مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. وفي بدايه هذه الحلقه لابد ان نتقدم بخالص العزاء الى المملكه العربيه السعوديه والشعب السعودي في العمليه الارهابيه التي راح ضحيتها 21 واصيب 123 في تفجير انتحاري استهدف مسجد شيعي شرق المملكه العربيه السعوديه في منطقه القطيف. والناس بتصلي الجمعه شيعه او سنه، محدش قال ابدا ان الشيعة كفار، وقد نختلف وهم لهم مذهبهم وبنعترض على فكرة نشر التشيع، لكن احنا عمرنا ما حد تعامل مع الشيعة على انهم كفار، وحتى الكفار لا يجوز قتلهم بتلك الطريقة البشعة في المملكة العربية السعودية والتي تخوض حرب لتأمين حدودها في اليمن، بتيجي ضربة في القطيف. قال تنظيم داعش انه بيتبنى هذه العمليه ويهدد ابشروا بايام سود. موقف جريمه بشعه في وقت غريب، اصيب اكثر من 123. طبعا مصر بتعرب عن بالغ التعازي في ضحايا حادث القطيف، وشيخ الازهر الشريف الحادث يهدف لاشعال فتنه طائفيه. حبيب علي الجفري كاتب على الفيسبوك: جريمتي انفجار مسجد الشيعة في القطيف والعدوان على سنة المناطق المحررة من داعش في العراق تؤكدان أن دواعش السنة ودواعش الشيعة يعملون لصالح جهة واحدة تستهدف دمار المنطقة من خلال إشعال الفتنة الطائفية التي تحرق الأبيض واليابس. اللهم رد علينا رشدنا يا حق. مش عارف أقول للحبيب يعني ربنا حيرد رشدنا وإحنا مصرين أن نزيد في غينا. زي ما بقول لكم هذا التطور هو الأخطر منذ سنوات، تفجير مسجد في المملكة العربية السعودية. خدوا بالكم، السعودية والتحالف بيخوضوا معركة شرسة جدا في اليمن ضد الحوثيين وعلي عبد الله صالح وأنصاره. هذه المعركة اللي بتحاول تعمل وجود شيعي في المنطقة. علي عبد الله صالح عنده حسابات سياسية وبيأمن نفسه عشان ما يواجهش اتهامات كثيرة جدا، ويبحث عن سلطة سحبها الشعب منه. والحوثيون اللي بيمثلوا تقريبا 20% من اليمن بيسعون إلى فرض هيمنتهم وسيطرتهم وعدم الاعتراف بالشرعية داخل اليمن. في مثل تلك الحرب وانت كنت عامل هدنة عشان توصل للمعونات، تيجي ضربة من هم مش سنة، الدواعش دول ما ينفعش تقول عليهم سنة، دول إرهابيين في قلب المنطقة الشرقية في السعودية. ايه الهدف منها؟ انك تزيد المعركة وتنقلها، فما تبقاش مع الحوثيين فتبقى حرب سنية شيعية، شغل اخر علشان تخلق مبرر لإيران في المنطقة. ده لعب يعني جايز، ده حدود فهمي. خليني اشوف واحد من اهل الديار، الزميل العزيز الاستاذ سلمان الدوسري رئيس تحرير جريدة الشرق الاوسط اللندنية. مساء الخير يا استاذ سلمان. مساء الخير استاذ خيري عليك وعلى المشاهدات والمشاهدين الكرام. بتقدم لك وللشعب السعودي جميعا بخالص العزاء في ضحايانا وشهدائنا اللي راحوا ضحية جريمة بشعة زي اللي حصلت النهاردة. رحمه اللهم جميعا إن شاء الله ويتقبلهم إن شاء الله يا رب. أستاذ سلمان، كيف يمكن قراءة هذا الحادث في هذا التوقيت؟ فعلا كما تحدثت أستاذ خيري، هو لا يمكن عزل هذا الحادث الإرهابي عن التوقيت مهم جدا إذا ربطنا بتهديدات أبو بكر البغدادي وما يحدث في المنطقة، وتصعيد أيضا جهات محسوبة على إيران في الفترة الأخيرة منذ انطلاق عاصفة الحزم. ربما هو حادث مؤسف ولكنه لا أقول متوقع ولكنه غير مفاجئ، خاصة بعد حادث الدالوة الذي أيضا استهدف مسجدا للشيعة في الإحساء قبل أشهر، وثم أتى هذا الحادث. إذا تذكرنا أنه تنظيم القاعدة عندما بدأ أول حادث أو أول تفجير في السعودية في 2003، حتى بعد ذلك تم دحره من السعودية والخروج إلى خارج حدودها، كان الهدف الأساسي هو ضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية باستهداف المواطنين السعوديين، باستهداف الأجانب، كان هذا هدف الأساسي. الآن تنظيم داعش نفس الهدف الاستراتيجي تقريبا، وهو ضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة من بوابة الفتنة الطائفية. غاب عن التنظيم الإرهابي أن المواطنين السعوديين الشيعة كما المواطنين السعوديين السنة
يعلمون جيدا أن هذه التنظيمات ليست تنظيمات سنية، بل ليست تنظيمات مسلمة، بقدر ما لديهم دين جديد أرادوا أن يبتدعوه. أنا أعلق على كلامك في المقدمة عندما تحدثت أنهم يرون، هؤلاء يرون الشيعة كفار. هم لا يرون الشيعة كفار، هم يرون أيضا المسلمين جميع الكفار ما عداهم، هم المسلمين الحقيقيين كما يرون. بينما كل الأكثر من مليار هؤلاء ليسوا بمسلمين حقيقيين. المحاولة الداعشية الحالية هي بغض النظر أنها محاولة فاشلة لضرب الوحدة الوطنية بين السعوديين، فإن لها هي الهدف الأساسي الاستراتيجي لكل التنظيمات المتطرفة. هدفهم الأول هو ضرب المملكة العربية السعودية، لأنهم يعلمون أنهم بضرب الاستقرار السعودي يستطيعون أن ينفذوا مخططاتهم في مناطق أخرى. إذا تسمح لي، الفكرة الأساسية في نفس الوقت الذي استطاعت الجهات الأمنية السعودية محاصرة التنظيمات الإرهابية في الفترة الماضية والضرب يعني بقوة وبيد حديد على تنظيم مثل القاعدة وطرده خارج السعودية، إلا أن هذا الجهد الأمني يبقى قاصرا طالما لا يوجد هناك تعاون إقليمي دولي للبحث عن ممولي ومساعدي هذه التنظيمات الإرهابية. من المستحيل أستاذ خيري، أي عاقل يتصور أن هذه التنظيمات تعمل بمعزل عن جهات دولية تمولها وتساعدها بمعلومات استخبارية استخباراتية. هذا أمر خارج المنطق صراحة. أنه لذلك هذا الجهد الدولي حتى اليوم جهد قاصر، كل دولة تقوم بما يشبه التعاون مع دولة أو دولتين، ولكن لا هناك تنظيم دولي لمحاصرة الإرهاب. حتى في الدول الغربية نجد أن مثل هذا التعاون يصطدم أحيانا بما يشبه التعقيدات، إذا هم يعدونها تعقيدات قانونية، ولكن على أرض الواقع هي تساعد الإرهابيين، تساعدهم في تفريخ المزيد من التنظيمات. لا توجد هناك توجه دولي صارم لإيقاف هذه التنظيمات عن الوصول إلى مبتغاها. فلذلك الجهد الأمني سيبقى قاصرا طالما لا يوجد هناك تعاون دولي يلغي هذه التنظيمات ويلغيها من بكرة أبيها. نعم أستاذ سلمان، كيف يمكن الربط ما بين اللي حصل النهاردة وهو جريمة بشعة وجميع يعني جمعنا في الإرهاب سواء، ونحن نعرف القوى الدولية التي ترعى مثل هذه التنظيمات لأهداف سياسية كبرى، وفي إطار معركة عاصفة الحزم النهاردة النيران والإطلاق المقذوفات التي أطلقت من الأراضي اليمنية على منطقة جيزان السعودية، والتي أدت أيضا إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة ثلاث أشخاص. ده بيصعد بيقول إن المعركة راحل فين في حرب التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الحوثيين ومن معهم في اليمن. الحرب ضد الحوثيين وميليشيا صالح هي حرب مستمرة وتحقق أهدافها بغض النظر عن المحاولات المستميتة التي تقوم بها إيران بكل اتجاه، سواء بمعركة كلامية أو بتحريك بعض ميليشياتها في العراق أو في سوريا أو وكلاءها أو عملاءها أو حتى خلاياها النائمة. هذا موضوع مستمر ولا يمكن لإيران أن تؤثر فيها التأثير الكبير. رأينا على أرض الواقع تأثير إيران يشابه صفر بالمئة، يعني في نهاية الأمر هي حركت لها سفينة أو سفينتين على في أمام مضيق باب المندب ثم عادت، وهذه يعني تستطيع القوات البحرية السعودية أو المصرية تدميرها في أي لحظة. فلذلك لا يوجد قلق من التحرك الإيراني الواضح. الخشية فعلا من استخدام جهات دولية للتنظيمات الإرهابية كما تم الآن في انفجار القديح الذي حدث اليوم، هذا الخوف. وأنا أتوقع أنه يعني تستطيع الجهات الرسمية أن تحد من التنظيمات الإرهابية، تستطيع إلقاء القبض على الخلايا، تستطيع يعني الوصول إلى الحد الأدنى من العمليات الإرهابية، لكن ستستمر هذه العمليات الإرهابية، ستحصد مزيدا من الأبرياء، لأنك هذه المعركة معركة كونية، معركة يشترك فيها جهات كثيرة، لا يمكن لدولة أو دولتين أو خمس. خاصة الدول هتعمل ايه امام انتحاري بيفجر نفسه جوه مسجد معاه حزام ناسف وبيفجر نفسه، واحد بيقرر انه يموت، هتقدر تعمل له ايه الدول؟ الدول انا اتحدث التنظيمات، هذا صحيح يعني هو الخوف. حتى في اوروبا، هنا في اوروبا يخشون من ظاهرة ما يسمونها الذئاب المنفردة، كما تحدث يأتي ارهابي بحزام ناسف ثم يدخل بين الناس ويقتل، هذا ما يخشونه. ولكن هناك نتحدث عن هذه التنظيمات كيف نمت. من الذي الآن استطاع أن
يساهم في ترويج هذا التنظيم بهذه الطريقة والوصول له بهذه القوة. مستحيل أن يكون التنظيم بدون مساعدة جهات دولية، إذا لم أقل أنها دول فإنها جهات مرتبطة بدول استطاعت أن تساعدهم وتغض النظر عنهم وتمدهم بمعلومات بطريقة غير مباشرة. وعلى سبيل المثال، كيف استطاع تنظيم داعش أن ينمو في سوريا لولا مساعدة النظام السوري له في التمدد؟ ولذا هذا أمر واضح الآن، يعني لدينا ميليشيات أخرى، لدينا ميليشيا مثل الحشد الشعبي، هي برعاية رسمية من الحكومة العراقية وبتمويل من الحكومة الإيرانية. هذا ما نتحدث عنه. هناك تنظيمات لها، أنا أفهم أن الدول لا تستطيع إيقاف إرهابي يدخل إلى مسجد ويقتل، هذا أمر مفهوم ولا نستطيع منعه، لكن هناك ما هو أكبر منه. نتكلم عن هذه التنظيمات التي تنمو الآن لتكون في بعض الأحيان أقوى من الدول كما هي في العراق أو سوريا. نعم، بشكرك جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ سلمان الدوسري، رئيس تحرير جريدة الشرق، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، متحدثا عن الدعم الذي يلقاه الداعشيون في كل مكان، دعم دولي من دول عربية ودول أجنبية. تنظيم ما يطلق عليه تنظيم الدولة داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير، وقال في بيان إن أحد عناصره اسمه أبو عامر النجدي قام بتفجير حزامه الناسف وسط المصلين مما أدى إلى إصابة 250 شخصا حسب البيان. وهدد التنظيم في بيانه بعمليات أخرى ضد الشيعة، وقال لهم أبشروا بأيام سود تسوءكم، الذي بعث محمد بالحق لن يقر لجنود الدولة الإسلامية قرار حتى نحقق وصية نبينا صلى الله عليه وسلم ونخرج المشركين، كل المشركين من جزيرة العرب. معقولة نبينا قال كده؟ نبينا قال اقتلوا الناس وهي بتصلي وبتقابل ربنا؟ ده نبي بتاعكم انتم، مش نبينا محمد خالص، نبي الرحمة، مش كده، لا يمكن يكون كده. أعربت مصر عن بالغ تعازيها في ضحايا الحادث الإرهابي، وأكد المتحدث باسم الخارجية سفير بدر عبد العاطف في بيان له وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الغاشم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم المولى عز وجل أسر الضحايا الصبر والسلوان. كما استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التفجير الإرهابي، وشدد في بيانه على حرمة الدماء وحرمة بيوت الله وضرورة النأي بها بعيدا عن الصراعات، مع أهمية التأكيد على أخوة الإسلام وضرورة تغليب العقل والحكمة وعدم الانصياق وراء مخططات إشعال الفتن الطائفية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد من يتربص بها ومحاولات تأجيج الفتن والصراعات الطائفية. أيضا قصفت طائرات التحالف العربي بكثافة مواقع الحوثيين في محافظات يمنية عدة، وأغارت على مواقع لقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء فجر اليوم. وأسفرت المواجهات بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى عن سقوط قتلى وجرحى. طيب خلينا أقول لكم عندنا إيه النهاردة. أنا عندي حلقة خاصة مع فضيلة العالم الجليل دكتور أسامة الأزهري، وهيكون معانا، هيشاركنا هذه الحلقة، جزء من هذه الحلقة، المنشد الجميل مصطفى عاطف. الحلقة النهاردة عن نماذج مصرية مكفوفين كفة بصرهم، ولكن كان دايما لهؤلاء وغيرهم اللي ما نقدرش نتسع، لو عايز أجيب نماذج كتير هجيبها، نماذج لشباب مصري كف بصره ولكن ما قعدش في بيته ينضب حظه. هتلاقوا حد معاه ليسانس اداب بس قرر انه يشتغل في تركيب الاطباق بتاع الدش، حد يشتغل ميكانيكي، واحده بتشتغل شغل فني محتاج ايد، حد وخريج ليسانس اداب برضه بيشتغل في شغلانه وظيفه بيعملها الأصحاب البصر وقد يخطئ فيها كثيرا وهو مشهود له بالنجاح، حد قدر ياخد دكتوراه وهو وقد كف بصره ويخوض رحلة ومعركة ويختار موضوع حساس عن الإعلام. هؤلاء هم ضيوف النهاردة وضيوف الدكتور أسامة. هتسمعوا دول بيشوفوا الحياة ازاي وبيشوفوا الواقع ازاي وبيشوفوا أصحاب البصر وليس البصيرة بيظلموهم قد إيه،
وبيتجنوا عليهم وبنتعامل معاهم على انهم معاقين ذوي احتياجات محتاجين مساعدة. خدوهم 5% عشان تسددوا الضرائب ونسبة إلزام، لكن الواقع مش مفيدين، والحقيقة انهم قد يكونوا مفيدين جدا. فيهم حد بيشتغل ميكانيكي وبارع في مهنته، هتشوفوا ان دول عندهم بصيرتهم بتخليهم يتجاوزوا اشياء وصعوبات، ليست بس المشي في الشارع ولا السخرية او العطف، ولكن بيتجاوزوا البطالة لانهم بيشتغلوا وبيقدروا يخلقوا لنفسهم فرص وينجحوا فيهم. هيكون معايا الدكتور صابر حمد، هيكون معايا الاستاذ عباس توفيق، الاستاذ محمد ابراهيم، الاستاذ سيد الريان، الاستاذه هناء عبد الله عبد اللطيف، وهنتكلم وانتم شركائنا، وكل من كف بصره وعنده تجربه حلوه للنجاح او تجربه مؤلمه لقسوه هذا المجتمع عندما يقصو، هيبقى معانا على التليفون وتشاركونا هذا الحوار. خلونا نطلع فاصل وارجع اقول لكم عندنا اخبار ايه قبل ما استقبل ضيوف الاعزاء. التقي البروفيسور كلاوس شواب المديرة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويؤكد على استعداد مصر لتنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بشكل سنوي. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يرأس اجتماعاً لمناقشة ملامح إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار. وزارة الخارجية تدين حادث القطيف بالسعودية وتؤكد تضامن مصر مع المملكة ضد الإرهاب. لجنة من وزارة الدفاع تصل واشنطن في أول يونيو لتسوية الموقف التجنيدي لأبناء الجالية المصرية. أمن محافظة الشرقية يسيطر على تجمهر عدد من السجناء السياسيين بقسم ثاني الزقازيق. استشهاد مجند بالعريش ومقتل 12 من تنظيم بيت المقدس باشتباكات مع الجيش. الجامعة العربية تدعو إلى تحرك سريع لإنقاذ آثار مدينة تدمر السورية. تنظيم داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على مسجد شيعي بالقطيف في المملكة السعودية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اليوم كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمان عاصمه المملكه الاردنيه الهاشميه في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس، والقى كلمه في هذا اللقاء اللي بيحضره الملك طبعا العاهل الاردنيه عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن و900 شخصيه سياسيه واقتصاديه اعلاميه. وان شاء الله سيكون هذا المؤتمر في شرم الشيخ في مصر العام القادم في مثل هذا الوقت. اهم ما جاء في كلمه الرئيس التركيز الرئيس ركز على الشباب وقال ان تعزيز دورهم ما عادش من الطرف واصبح ضروره لا غنى عنها، خاصه في الدول والمجتمعات الشابه اللي بتضم نسبه كبيره من الشباب. قال كمان ان جهودنا للقضاء على التطرف والارهاب لابد ان تكون معها مساعي نحو مستقبل تملأه الحريه والمساواه والتعدديه ويخلو من القهر والظلم والاقصاء، لكن المساعي دي لا يمكن ان تكتمل دون ان تمضي بالتوازي معها خطط مدروسه للقضاء على الفقر تجسد الشق الاخر للحقوق الاساسيه للانسان في منطقتنا. وقال لقد واجهنا في مصر خطر محاوله فرض الراي الواحد واقصاء كل من يخالفه، واستطاع شعبنا أن ينتصر على تلك المحاولة وأن يواجه الترويع والعنف الذي صاحبها بكل شجاعة من أجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة. وقال إن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج شامل للتنمية لحد سنة 2030 هدفه جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ آمن ومستقر. وقال إن الحكومة المصرية بتعمل على تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والدعم لحماية الفقراء ومحدودي الدخل وإطلاق برنامج كرامة وتكافل بالتعاون مع شركائنا في التنمية بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر. كمان أعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مايو 2016 في مدينة شرم الشيخ، ووجه الدعوة للجميع للمشاركة بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل.
غدا الرئيس بعدها مأدبة الغداء القادة والمسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي، وعائدا إلى القاهرة، وكان في وداعه الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني التي قالت له أن الشعب الأردني يرحب كثيرا بزيارته كما ودعه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. الهيئة العامة للاستعلامات النهاردة مطلعة رصد لست أخطاء وردت في تصريحات رئيس البرلمان الألماني نوبرت لامرت خلال حواره الصحفي مع موقع دوتش فيلا الألماني مؤخرا، والتي تناول فيها الشأن المصري. عايز أقول لكم حاجة، أنا توقفت أمام هذه المغالطات اللي اتكلم فيها رئيس البرلمان، واستغربت إن مفيش جهة رسمية وقفت وردت عليها وبعتت لهذا الرجل قالت له أنت المعلومات اللي بتقولها مغلوطة قوي. الراجل خالط في التواريخ وهتشوفه بشكل، فمعلوماته اللي بيبني عليها موقفه من مصر أو رئيسها معلومات كمان خطأ. أول خطأ، الراجل قال لك وقد تم حل مجلس الشعب المنتخب والبرلمان المصري بعد 30 يونيو. ده راجل مغيب، ده مش صحيح. وأنه تم اعتقال رئيسه بعد حل المجلس اللي هو الدكتور سعد الكتاتي. مجلس الشعب تم حله في 2012 بناء على دعوة قضائية، والمحكمة الدستورية قالت عدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. وجيه مرسي بعديها هو رئيس وما رجعش هذا البرلمان، وقال حاول يرجعه بطريقة واكتشف انه بيلعب. ده قانون في عوار دستوري، فالمجلس اتحل. لو انتوا فاكرين، وانا كنت موجود في جامعة القاهرة لما راح مرسي يؤدي اليمين مرة اخرى الرئيس المعزول، وقال والبرلمان المؤسسات المنتخبة التي لابد أن تعود، وما عادتش. فلما يجي النهاردة رئيس برلمان بجهل يتكلم عن إن ده حصل بعد 30/6 واتقبض على سعد الكتاتني، يبقى راجل مغيب. الادعاء التاني قال أن وقائع قضيتي التخبر واقتحام السجون اللي متهم فيها سعد الكتاتني ومحمد مرسي بدأت بعد 30 يونيو. انتوا ناسيين المستشار المحترم في عهد جماعة الإخوان المسلمين 2013 لما قضت محكمة جناح مستأنف في الإسماعيلية بإحالة أوراق الدعوة اللي كانت بتنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية. القضية معمولة في عهد مرسي، والأستاذ عبد الرحيم علي زميلنا الصحفي لما راح تقدم ببلاغ في عهد مرسي بيتهم مرسي بالتخابر في عهد مرسي. يعني القضية ما كانتش بعد 30/6 ولا حاجة. الخطأ الثالث ان قرار محكمة الجنايات ده اخير، ان خلاص ان المحكمة حكمت بالاعدام، وهذا جهل بالقانون. وانا قلت لكم النقطة دي، هذا قرار احالة وليس حكم محكمة. القاضي المستشار شعبان قرر احالة للمفتي لابداء الرأي. الحكم لسه، وبعد الحكم يطعن عليها بالنقض، والنقض في الغالب في احكام الاعدام انتوا عارفين حتى لو حكم اعدام ومفيش حد طعن لابد ان يطعن عليها على طول. النقض بتنظر في الموضوع، النقض تنظر عشان تقول ايه، في خطأ في الاجراءات ولا الاجراءات صحيحه، هل اخطأ القاضي في اي خطوات، هل كان في شهود لازم يسمعهم الطلب من المحامين ولا لا، هل حاجات كتير قوي. فمحكمة النقض بتعيدها إلى دائرة أخرى، دائرة أخرى تماما بتنظر القضية كأنها لم تكن، والحكم صفر، مفيش حكم. ثم يصدر حكم بيروح تاني الطعن بعد كده لمحكمة النقض. هنا محكمة النقض لا بتؤيد الحكم لا تطلع هي بنظر الدعوة، هي أعضاء أكبر محكمة في مصر هي اللي تنظر وتقول. في النهاية الحكم بتاعها بيكون حكم بات ونهائي، لا يملك أحد إلا رئيس الجمهورية إيقاف تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم باتا ونهائيا. يعني حد يقول لك الرئيس يدخل بعد أول حكم؟ لا يملك. طب بعد تاني حكم؟ لا يملك. عندما يصبح الحكم باتا وقاطعا ونهائيا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو أو لا يعفو. الخطأ الرابع، ما ادعاه رئيس البرلمان الألماني من وجود 40,000 شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية. لا يوجد أي دليل. جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده مستقى من مواقع إخوانية ومنظمات زي منظمة حقوق الإنسان العربية اللي موجودة في لندن بتاع الإخوان، الشقة اللي واخدها الإخوان واللي قنواتهم بتطلع كل يوم واحد منهم بتوعهم. فين الدليل بتاعك؟ جيت لمصلحة السجون، خاطبت يا أخي كجهة
وقلت لهم نرجو أن نعرف المقبوض عليهم سياسيا في قضايا سياسية قد إيه؟ 40,000 مرة واحدة، 40,000، ده احنا عندنا سجون جامدة جدا يعني. الخطأ الخامس اللي انا قلته لكم ان بيتكلم عن محاكمات غير عادله وغير نزيهه، ما هو ما يعرفش ان في استقلال تام للقضاء الذي يطبق القانون دون ده، كلام عادي يعني. الخطا السادس من اكبر مغالطات اللي ادعاها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ياتي بانتخابات ديمقراطيه. ده انتوا كنتوا موجودين يا راجل، مراقبين دوليين، منظمات حقوقيه. هو ايه شكل الانتخابات الديمقراطية؟ هي اللي ينجح فيها مرسي بس هي الانتخابات الديمقراطية من وجهة نظر الألمان او رئيس البرلمان؟ عشان ما اقدرش اقول الألمان كلهم كده. سيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب كنت بكلمه قبل الفاصل، كان بيكلمني عن حلقة امبارح، وقال لي انا كنت مستني اشوف حد واحد يقول من الزملاء الاعزاء ان انا تدخلت مرة او طلبت أو قلت له انشر أو ما تنشرش. أنا بوضح وهذا حقي، بتصل أقول المعلومة هنا ناقصة، طب ما في كذا كذا، أو أقول له سبب اللي حصل ده إيه، لكن أنا عمري لا تدخلت ولا هتدخل، أنا بتعامل من منطلق الاحترام للإعلام. فأنا بشكر السيد رئيس الوزراء، بقول ده بمناسبة إن عندنا نموذج لمقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، نشر مقال في جريدة المصري اليوم بعنوان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، واتكلم عن مجموعة من الأشياء قال إنها يجب أن تتم. الدكتور المهندس إبراهيم محلب رد عليه برسالة أيضا ونشرت من نفس الطرح أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بيوضح له نفس النقاط اللي اتكلم فيها وبيقوله لا احنا عملنا بالنسبة للإصلاح الإداري الجزئي غير الناجح، وبيقول له احنا وضعنا قدام عينينا من اليوم الاول ضرورة احداث نقلة كيفية وتطوير شامل للجهاز الاداري للدولة، بغية ايجاد جهاز حكومي كفء وفعال يقدم خدماته على اعلى مستوى ويعلي من قيم الشفافية والنزاهة. وقال ولأول مرة في وزارة الاصلاح الاداري تضع على اجندتها تحقيق هذه الاهداف سياسة مكافحة الفساد. قال له احنا عاملين استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد اعلن عنها في ديسمبر 2014 ببرامج زمنية ومسؤوليات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، وتم نشرها على بوابة الحكومة المصرية، عملنا مدونة السلوك للعاملين بالاجهزة الحكومية، ايضا عملنا قانون حظر تعرض المصالح للمسؤولين في الدولة، اقتراح مشروع لضمان حرية وتداول المعلومات، ده كله بيهدف للشفافية والنزاهة. وقال له حاطين خطة شاملة لإصلاح المؤسسة للاتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها من اللي رد عليه المهندس إبراهيم محلب، وده شيء كويس. احنا بنرفض التدخل ونرفض ان حد يفرض علينا وصايا، كما نحمل أنفسنا مسؤولية أخطاء ونتمنى أن نصلح من أنفسنا، وتكون هناك قوانين تضمن للمواطن حقه تجاه أي إعلام يتجاوز، لأن زي ما قالوا زملاء امبارح مفيش قوانين، اللي عايز يقول اي حاجة المواقع بتفتح المواقع، كم السباب وكم الاخبار الكاذبة وكم الاخبار المدعاة واللي فيه اهانة الاشخاص لا يمكن تحمله. وانا اؤكد لكم ان هذه المواقع هي جزء من الاحساس الغاضب من وسائل الاعلام. طبعا ده مش معناه ان مفيش اخطاء عندنا في الاعلام، عندنا اخطاء وعندنا ناس متشنجة جدا وعندنا ناس منحازة جدا وعندنا ناس بتتفه الأمور جدا وبتتجه إلى إحداث نوع من الفراغ والإعلام الفارغ والفوضوي. عندنا كلمني زميلي محمود التميم امبارح بيتكلم في المنتج، يعني سلامة المنتج، مواصفات القياسية للمنتج الإعلامي، ما عندناش كتاب مواصفات يقول التوك شو هو إيه، اللي يجي يركب يسوق يفهم هو بيشتغل إزاي، إيه هي القواعد دي. ده جزء رئيسي من الأزمة. كان في ناس كتير من الزملاء عايزين يعملوا مداخلات امبارح بعد الحلقه، بس كان الوقت كان ضيق قوي ساعه الحلقه ان انا استقبل تليفونات، ولكن هو موضوع مهم هنكمل فيه ان شاء الله. النهارده زار، واحنا بنتكلم عن السيد رئيس الوزراء، كان في زياره لمنطقه دار السلام في القاهره. ماذا قال رئيس الوزراء؟ كان هناك مجموعه من الملاحظات والتوصيات، وكان برفقته طبعا الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة. نشوف ماذا قال رئيس الوزراء وماذا يفعل محافظ القاهرة. مساء الخير يا دكتور جلال. مساء الخير. أنا أستاذ خيري. أهلا بحضرتك يا فندم.
مدى دار في زيارة الرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمنطقة دار السلام؟ هو هي مش منطقة دار السلام، هي عدة مناطق جنب بعض، بنتكلم على دار السلام والبساتين والمعادي. تمام. واحنا بنتكلم هنا على شارع رئيسي بيربط مجموعة الأحياء دي ببعضها، اللي هو شارع الفيوم وشارع أحمد زكي. نعم. من عدة شهور الشوارع دي كانت بتعاني معاناة شديدة جدا من مجموعة حاجات، يمكن أقلها أنها كانت بتعاني من أنه إدخال المرافق وفي المنطقة الغاز والكهرباء، كان يعني ترك تأثيره على الشارع من ناحية الحفر والأشياء دي كلها. وإحنا اجتهدنا اجتهاد كبير جدا خلال الأربع شهور الماضية بعد ما انتهت عمليات المرافق وما شابه في إعادة رصف الشارع ده بالكامل. بنتكلم على حوالي 7-8 كيلو في منطقة يعني مكتظة جدا بالسكان، شارع رئيسي كبير وعليه مجموعة كبيرة جدا من الشوارع الفرعية الضيقة اللي العمارات فيها طلعت بشكل يعني غير منظم على مدار العشر سنوات أو الخمستاشر سنة الماضية، وبالتالي بقى كل مشاكل المرتبطة بالزحام وعدم التخطيط كان يعاني منها هذا العي. احنا انتهينا من أعمال الرصف والتخطيط وإزالة الإشغالات على الأرصفة ورصف الأرصفة واستوائها وكل الأمور اللي هي تحتاج انها تتم بالفعل، لكن في عندنا بقى مجموعه قضايا مرتبطه بمخالفه القانون، بتعدي المحلات على الشوارع، مرتبطه بسلوك سائقي الميكروباصات واحتلالهم للشارع، وبعض اعمال الناس اتسكت منها النهارده الخاصه باعمال البلطجه وغيره من الامور. فدي الامور اللي رئيس الوزراء النهارده هو فكره دار المكان ده يعني أكتر من مرة قبل كده، أنا طبعا زرت المكان ده عشرات المرات قبل كده، والنهاردة كان في حديث ما بينه وبين وزير الداخلية وحديث ما بينه وبين مدير أمن القاهرة. نعم. خاص بعملية ضبط الشارع وضبط السلوك والقضاء على البلطجة، ويعني فرض القانون فيما يخص استخدام الميكروباصات للشارع وغيرها من الأمور اللي تحتاج بالفعل إن هي يعني عشان الناس تعرف تعيش كويس والمواطن يحس ان هو يعني عايش في بيئه سليمه، محتاج ان احنا نضبط الامور دي كلها. وهو ده اللي يعني كان مجال النقاش النهارده، وانا عاوز اقول انه يعني ده كان مجال نقاش مطول ما بينه وبين السيد مجلس الوزراء ووزير الداخليه ومدير امن القاهره، ودلوقتي حاليا في قوات من مديريه امن القاهره في المنطقة بتتابع تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله بإذن الله يعني نخرج بنتائج جيدة جدا لمصلحة المواطنين. المنطقة دي بيسكن فيها تقريبا أكثر من 500,000 مواطن في منطقة مكدسة جدا وتحتاج تكثيف للخدمات، وهو ده اللي احنا بنقوم به دلوقتي. يعني ده ممكن خلال فترة قد إيه نشوف النتائج دي منتهية يا سيادة المحافظ؟ والله شوف الحاجة اللي بتاخد وقت خلصت، يعني موضوع الرصف وموضوع غيره ده اللي بياخد وقت وده اللي بيحتاج فلوس، وده احنا خلصناه. نعم. موضوع بقى ضبط الشارع وضبط السلوك البشري والتزام الناس ومعاونة المواطنين، دي حاجات ممكن تبقى تنتهي في ايام. ده المواطن، ده الشخص اللي بيخالف قرر انه يتعاون مع المجتمع ويتعاون مع الدولة ولا يخالف، دي حاجة سهلة جدا. إذا لم يلتزم طبعا هناك قانون يجب أن ينفذ وينفذ على الجميع إن شاء الله بإذن الله. يعني حضرتك قلت يجب، كلمة يجب هنا مش سينفذ، معناها أن في مشاكل شوية مع قبول الناس لفكرة القانون. لا، هو شفت يا أبتك، إحنا طبعا إحنا في المنطقة دي المنطقة من أصعب المناطق في القاهرة، والتعامل معها بيحتاج يعني مجهود كبير جدا، وبالتالي وارد في أي مجتمع أن يكون هناك الشخص الملتزم وهناك الشخص غير الملتزم، ولكن هناك قانون والقانون يطبق على الجميع. وسيادتك شايف اللي احنا يعني ربنا وفقنا فيه فيما يخص أماكن أخرى في القاهرة، وبالتالي هذه المنطقة ليست عصية على الضبط والربط، وهذا ما سوف يحدث إن شاء الله بإذن الله. يعني بإذن الله. بشكرك جدا دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. خلونا واحنا بنتكلم عن السادة المحافظين وعن المحافظات، خلونا نعمل متابعة
رئيس الوزراء من أيام كان موجود في الغربية، وكان هناك مجموعة من المشكلات من القمامة وشكاوى عديدة جدا، واحنا عارفين المحلة مثلا من المدن المهمة جدا بالنسبة لنا، وهي مدينة صناعية وفيها إخواتنا من العمال في المحلة. فخلونا نفهم ماذا حدث بعد زيارة رئيس الوزراء، هل تغير شيء؟ هل ما طالب به رئيس الوزراء والتزم به السيد المحافظ تم وخلال أيام ولا ما تمش؟ السيد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. أهلا سيادة المحافظ. سيادة المحافظ، كان هناك التزامات أمام السيد رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى المحلة، ماذا تم منذ زيارة رئيس الوزراء وحتى الآن؟ أقول لحضرتك، هو كان ما دولة رئيس الوزراء هو في الزيارة الأخيرة دي بعد ما زورنا مجمع المواقف في مدينة المحلة، إدى تعليمات أولا إن المشروع كان مقدر ليه مدة تنفيذية 6 شهور. سيادته ودى تعليمات للشركة المنفذة شركة المقاولين العرب، ودى تعليمات ليا شخصيا مع الأجهزة التنفيذية اللي موجودة على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع خلال ثلاث أشهر. نعم. تم الاتفاق مع الشركة المنفذة وشركة محترمة بتكثيف الأعمال وضغط البرنامج الزمني للمشروع التزاما بتوجيهات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن. طلب سيادته أثر الزيارة إن هو سمع عن موضوع تضخم القمامة في المنطقة، وطلب سيادته، وده كان خارج البرنامج، طلب سيادته ان هو يزور المقلب بتاع القمامه، قمنا بزياره المقلب. سيادته ادى توجيهات لازاله هذا الجبل من القمامه لحد اقصى اسبوع من تاريخ زيارته. بعد ما سيادته انهى الزياره في مدينه المحله غادر الساعه 7 تقريبا، الساعه 8 بالضبط يعني بعد ساعه من المبادره، كان رئيس شركه المقاولين العربي على تواصل معايا، كان رئيس القبضه للتشييد والبناء على تواصل معايا. ثاني يوم الصبح كان في كثافه بشكل جديد جدا من السيارات التابعه للشركات التابعه للشركه القابضه والسيارات التابعه لشركه المقاولين، واحنا التزامنا واضح. تم التنسيق مع محافظه الدقهليه على ان هو يستقبل في المدافن الصحيه اللي عنده في مصانع تدوير القمامه كميات كبيره جدا هتبتدي من الصبح ان شاء الله. احنا بقى لنا يومين شغالين من يوم سياده تشرف المحافظه وغادر المحافظه، وكانت التعليمات واضحه وصريحه. امبارح بالليل الساعه 12 بالليل كان استاذ رئيس الوزراء في مكالمه تليفونيه معايا لمتابعه ما تم انجازه واثر تعليماته. النهارده الصبح الجمعه الساعه 8:30 الصبح كان سيادته بيكلمني ومعاه رئيس شركه المقاولين العرب لمتابعه الاعمال وتطور الاعمال وكان في اي مشكلات هناك. تواصل سيادته مع السيد محافظ الدقهليه للتنسيق، واوريدي كان في تنسيق انما تواصل سيادته عشان التنسيق والتاكد من تنفيذ تعليماته في هذا الشان. حضرتك طلب ان احنا نديله بيان يوميا الساعه 12 الظهر والساعة 7 مساء في الموقف اللي بيتم تباعا، يعني حضرتك التعليمات اللي بتصدر او المرور اللي بيتم او الزيارات اللي بيقوم بها السيد رئيس الوزراء زيارات فعاله وايجابيه بشكل كبير جدا. وانا بطمن حضرتك وبطمن الموظفين في المحله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتشهد طفره كبيره جدا، بالاضافه لتركيز سيادته على القضاء على اي بؤر اجراميه او ازالات او اشغالات في الطرق. والنهارده حضرتك نزلت حمله مكثفه برئاسه السيد مدير امن الغربيه ومعاه السيد مدير الاداره العامه للمرور المركزي ومدير المرافق، وعملوا حمله كبيره جدا هتستمر لمده 48 ساعه لعوده مدينه المحله الى ما كانت عليه، وان تكون المحله هذه القلعه الصناعيه هي جديره بان تحتوي هؤلاء المواطنين وهؤلاء العمال. انا بشكرك جدا سياده المحافظ، ربنا يوفقك، وده شيء رائع ان تبقى فيه هناك ملاحظات ويبقى فيه اخطاء ونصلحها. محافظ سعيد مصطفى كامل. طيب قبل ما أفصل معاكم هقول لكم شوفوا هذا الفيديو لشاب مصري في طريق صلاح سالم، شوفوه سايق موتوسيكل ازاي عشان تعرفوا حجم التسيب. النقطة التانية عايز أقولها للسادة الضباط وزارة الداخلية، أنا بشوفها وبيجي لي فزع من اللي بيحصل ده، لأنه ده معناه إن في حاجة غلط. بيبقوا عاملين كمين، كمين ده واقف في الشارع ده في فتحه قدام طبعا الاتجاه اللي جاي كده جاي عكسي، مجرد ان الاقي عربيات تروح لفه او طالعه لو في كوبري الناحيه الثانيه يروح طالع الكوبري وهو جاي في الطريق، لما يلاقي كمين العربيات اللي بتيجي في الكمين وتروح راجعه بظهرها او موتوسيكل جاي فيروح راجع جاري تاني، انا بشك ان ده ارهابي او مجرم او اي حاجه، عامل اكيد جريمه. لابد وانت عامل كمين يبقى عندك على المنافذ موقف عسكري
يمنع السير عكس الاتجاه، لان بيبقى الدخول عكس الاتجاه على طول في اغلب الاماكن. هتلاقي هتشوفوها كتير قوي، حد داخل على كمين ويروح راجع. طيب تعالوا نشوف السائق الموتوسيكل ده كان ماشي في صلاح سالم ازاي. فوليا عبث عبث وجنون ولعب عيال واستهتار استهتار بحياته. احنا نخاف عليه وبحياه الناس وبالطريق وبكل حاجه. ده بنشوفه كتير، واللي اتنين التلاته واللي واقف فوق الموتوسيكل واللي بيعمل مش عارف ايه، وفي عربيات ماشيه في الشارع. مش ممكن، مش ممكن. يعني ما ده اسمه لعبه الموت. في حد يلعب مع الموت وفي صلاح سالم؟ يعني شيء مش مفهوم، شيء مش مفهوم. ايه العبث ده؟ شيء صعب قوي. طيب هذا ما اعرضه على السيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء قرر امبارح انه بيرأس لجنه فض المنازعات. هذه اللجنه وظيفتها بدال ما المستثمر يروح لمجلس الدوله علشان يرفع دعوه، في لجنه الاول ادي لنفسك فرصه نشوف لجنه فض المنازعات دي هتعمل ايه. لجنه فض المنازعات حلت مثلا مشكله الفطيم وحلت بعض مشكلات المستثمرين العرب، لكن حتى هذه اللحظة ما زال لدينا مستثمرين عرب عندهم مشاكل ليس لها منطق، ليس لها منطق خالص. يعني كنت قاعد مع أحدهم بالصدفة، كان قاعد مع مجموعة أصحاب، فأنتوا عارفين لما حد بيشوف إعلامي أو يعرف إعلامي فبيبتدي يفضفض. أنا مش هقول هو مين عشان هو لم يسمح لي أن أقول هذا تلفزيوني، بس عنده أرض من سنوات طويلة بنى على جزء مشروع ضخم من المشاريع الضخمة في مصر، ثم يجب يبني على الجزء التاني. وزارة الإسكان وقفته. ليه يا عم؟ قالوا له انت اتأخرت في البنى. قال لهم طيب انا اتأخرت علشان كان فيه ثورة قلب الدنيا، مين اللي كان يقدر يبني في وقت زي ده وانا جاهز ببني؟ ما هي ارضي. بدأوا يقولوا لا اصل انت خدت الارض بسعر اقل. ايه سعر اقل؟ انا لما خدتها في هذا التوقيت ده كان سعر السوق. قالوا له الارض غلت. طب ذنبي ايه؟ طيب ادفع فلوس. حاضر ادفع فلوس. المهم احنا بقالنا سنين في مشروع يتكلف مليارات وصل للسيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء بنفسه كلم وزير الاسكان. وزير الاسكان قال له يا فندم اصل في قسط. قال له تدفع القسط؟ قال له الصبح امبارح. قال له ادفع القسط وخلال ايام هيطلع لك الموافقه على البنى. دفع القسط. الكلام ده دخلنا في 8 شهور ولا اكتر ولا حاجه تمت. طيب معايا المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء مصر الذي يثبت كل يوم انه يعني صديق الاعلاميين، يعني ما بيغضبش من الاعلاميين. مساء الخير سياده رئيس الوزراء. اهلا مساء الخير. اهلا يا استاذ خير. اهلا بحضرتك. احنا يعني ممتنين لمتابعتك لكل شيء، واحنا كان معانا محافظ القاهره ومحافظ الغربيه، شفنا زيارتك وشفنا رد الفعل والاستجابه السريعه، شفنا اللي حصل في الغربيه وده شيء يسعدنا جدا. عايزين نتابعه بقى يا استاذ خيري اعلاميا، وعايزين نتابعه فعلا على ارض الواقع، لان هي رساله الاعلاميه هنا. ما حدث في الغربيه دي بدايه في المحله الكبرى رمز كبير قوي لمدينه في وسط الدلتا، مدينة احنا بنعتز بيها، قلعة صناعية كانت الحقيقة في الفترة اللي فاتت تعرضت طبعا لمشاكل كثيرة، سواء في المرافق سواء في عدم الانضباط، وبالتالي من حق اهالي المحلة النهاردة ان لما بنروح للمرة ان يكون هناك فعلا تغيير المواطن يحس بيه، وبالتالي هناك فعلا متابعة لهذا الموضوع. الموضوع طبعا معقد وكبير وفي تشابكات، لكن الحمد لله احنا بنبتدي زي ما بقول بتبقى شمعة هنا وشمعة هنا ويبقى في تغيير منضبط ومستمر. طيب احنا في جزء من الملاحظة ان وجود رئيس الوزراء هو العلامة علشان الناس تشتغل بجدية شديدة، وإلا يعني انا ببقى مقدر جدا ان محافظ او وزير قرر انه ينفذ ملاحظه رئيس الوزراء فورا، بس ده بيعكس كمان
انه محتاج رئيس الوزراء اللي يقوم بده ويقول له اعمل ده؟ تأخيره في ده أليس مؤشر ان في عندنا لسه برضه لازم المسؤول الكبير اللي يبقى بيتحرك في كل حتة؟ هو المسؤول بيتحرك، وفي يمكن اخر اجتماع مع السادة المحافظين كان واضح جدا بإعطائهم السلطة التنفيذية، هم عندهم كسلطة تنفيذية، والنهاردة لما بقول لهم انتوا عندكم مجلس وزراء، يعني عاقد يوم الاربعاء مع مجلس الوزراء الكبير مع مديرين، لان يعني بعتبر مثلا مدير الصحة في المحافظة هو وزير الصحة في المحافظة، ومدير الامن هو وزير الداخلية، بينعقد يعني بحيث فعلا ان الناس تحس على الارض ان هناك تغيير. وبالتالي انا لما بروح محافظه بشوف وبقيم هذا، لكن انا طبعا واثق ان هناك تحرك عند بعض المحافظين بنفس الروح، روح الاشتباك مع السلبيات، المواضيع كبيره، والمفروض ان النهارده مع التغيير اللي جرى المحافظين ان كل واحد فيهم بيتحرك بنفس الحركة اللي بيتحرك بيها رئيس الوزراء أو السادة الوزراء. النهاردة التحدي لازم النهاردة الرجل الشارع، الرجل البسيط يكون يحس إن هناك فعلا في تغيير. يعني السنة اللي فاتت كان في زي ما بقول دايما تسليم من لا دولة إلى دولة، خلاص النهاردة الحمد لله في دولة، في رؤية إن المواطن يحس. المواطن مش هيحس إلا بتحرك من المحافظ، تحرك من السكرتير العام، حتى نصل الى تحرك من رئيس القرية، ويكون هناك نظام للثواب والعقاب. مين اللي هيقدر يحط ده؟ المحافظ والمتابعة. فالحقيقة دي رؤيتي في عملية التغيير الذي يصل الى الشارع. طيب. بالامكانيات اللي عنده. الامكانيات طبعا. اللي عنده كبيرة. نعم. بس هو التنسيق وازاي فعلا نخلق قوة دافعة من المجتمع المدني والحكومة بحيث ان في الاخر تبقى لصالح الباطن. سيادتك بترأس لجنة فض المنازعات، ماذا؟ وانا كنت بحكي حكاية لسه دلوقتي عن مستثمر وصل لحضرتك، وحضرتك كلمت وزير الاسكان قلت له روح ادفع القسط، وانا مش راضي اقول هو مين ولا ايه مشروعه، ادفع القسط فورا وهيصدر لك القرار بالبنى في أيوة. مشروع استثماري. الكلام ده بقاله شهور حتى الان لم يصدر. يعني من الكنترول السيد المستثمر ده يشرفني، وانا اشوف ايه الموضوع، طالما كان في يعني تنفيذ لتعليمات، وتكون هذه التعليمات المفروض انها مدروسه من ناحيه قانونيه ومن ناحيه اللي هي تحافظ على حق الدوله. واذا كان هناك، انا بقول دايما اذا كان هناك اي تاخير، ما احنا دلوقتي ما بنتكلمش على الفساد المالي، انا بقول لك انه محجم الى درجه كبيره، احنا بنتكلم النهارده على الاقوى، الفساد الاداري. صحيح. وبالتالي لما حضرتك تشوف قانون الاستثمار، حضرتك قانون الاستثمار بيقول ان اللجنه فض المنازعات اللي هي بيرأسها رئيس الوزراء، واللي هي بتعرض على مجلس الوزراء ويعتمدها نهائيه، وبالتالي اي حد بيحاول يعرقل هذا انا بعتبره وبتهمه صراحه بالفساد الاداري، ولان دي بلد لازم تتحرك. فانت النهارده انت مأمن المسؤول لان القرار جاي من مجلس الوزراء، طب ايه المشكله؟ فاي مشكله عشان كده طبعا بتبقى المشاكل اللي حضرتك بتتكلم عنها سياده رئيس الوزراء، الفساد الاداري اللي هو موظف بيطلع لوزير اسكان مثلا لاثق بانه من اكتر الناس اللي بتشتغل بلا شك بلا شك، بس حد يجي يقول له لا في مشكله قانونيه هتعرض نفسك خلي الورق. لا، وزير الاسكان بيتحرك وياخد قرارات طبعا مع بعض ساعه ما موضوع، بس حضرتك بتقول يعني حالة معينة، بس أنا مش عايز أتكلم عن حالة معينة وإلا كنت ذكرتها. لا لا، ما أنا بقول لحضرتك يشرفني يوم الحد. لا، أي حد يا فندم عنده مشكلة في قبل ما يجي للجنة، حضرتك بتقول لي يروح لوزارة الاستثمار أولا، فإذا لم تسهل له وتحلله يجي الرئيس الوزراء مباشرة فورا. وعايز أقول لحضرتك فيها، بس زي ما حضرتك بتقول على مشكلة، الحقيقة في عشرات المشاكل، وحضرتك نعم. تقدر يعني تتواصل مع المستثمرين سواء المصريين او الاجانب، عشرات المشاكل في الفتره اللي فاتت اتشالت واتحلت، وجبال من البيروقراطيه اتنسف. احنا ماشيين حضرتك، ولكن برضو ما بنكرش ان طبعا لسه في مشاكل طبعا، ولكن اهلا وسهلا باي مشكله. طيب سياده رئيس الوزراء، عايز اكلم حضرتك في موضوع جالب بتوع المناجم والمحاجر. أيوة. وقالوا لي ان صدر قانون المناجم والمحاجر سنة 56 كان الدولة كل اللي بتاخده من الموضوع ده لا يزيد عن 400,000 جنيه. تمام. النهاردة بعد ما وافق وزير البترول على القانون سنة 2014 تمام. والسيد رئيس الجمهورية وافق ووقع عليه. من يوم ما وقع عليه في 12/8
او 8/12/2014 حتى الان اللائحه التنفيذيه ما اتنفذتش، وهذا القانون هيدخل للدوله 4 مليار جنيه. ليه اللائحه التنفيذيه تقعد الوقت ده كله؟ اكتر من كتير، اكتر من 4 مليار بكتير. طيب ايه اللي موقف اللائحه التنفيذيه حتى الان؟ هو اللائحه التنفيذيه قربت على الانتهاء طبعا، لان في حضرتك اطراف كثيره، وحضرتك قلت ايه؟ حضرتك قلت هي مناجم ومهاجر وملاحات، كل حاجه ليها طبيعه وكل حاجه بيتحط لها جداول دقيقه، لان مثلا اما بنتكلم على محجر رمل غير ما بتتكلم على محجر رخام، فبتدخل في نسبه هالك كيفيه الحساب. وللعلم احنا حضرتك دخلنا حتى للتامين الفكر وتامين الاسلوب المساحه العسكريه معانا، عشان نحط نظم واضحه تحافظ على حق الدوله، وفي نفس الوقت تكون. انا قعدت على فكره اكثر من 3 مرات مع اصحاب المحاجر والمناجم، سمعت رايهم، لان اللائحه التنفيذيه عشان تصدر، وحضرتك اشرت انه قانون من الخمسينات، فالحقيقه عايزه تطبيق، لان شهرين او 3 اللائحه التنفيذيه للمحاجر والمناجم والملاحات مش كتير، لكن انا بوعدك ان ده اول من يعني على راس الاولويات بالنسبه لرئيس الوزراء. وانا يمكن لسه كنت امبارح في اجتماع بخصوص هذا الموضوع، في تنسيق كامل بين المساحه العسكريه، ورايت برضو اللي هو اخذت اراء كثيرين في هذا المجال مع وزاره التنميه المحليه ووزاره البترول، واحنا قربنا جدا نطلع اللائحه التنفيذيه، ومش عايزين نطلعها برضو فيها مشاكل وبعد كده نحلها. فمعلش يعني ده ثلاث اربع يعني اطمئنوا ان القانون اللائحه ستصدر قريبا، هتصدر قريبا جدا وعلى راس الاولويات. طيب سؤالي الاخير لحضرتك، وانا اسف اني بزعجك بقى، بس انا بطمع فيك شويه عشان مش هنلاقي رئيس وزراء عنده رحابه صدر كده. لا ابدا. اختيار السيد المستشار احمد الزند، اكيد حضرتك وحضرتك بتختار هذا الرجل، تعرف ان له محبين كتر وله منتقدين كتر، ماذا طلبت من المستشار احمد الزند؟ لماذا كان اختيار هذه الشخصيه التي نكن لها كل الاحترام والتقدير؟ بصراحه فندم يعني هو طبعا احنا بنبص لمصلحه وطن. من الحاجات المهمه جدا ان مطلوبه من السيد المستشار مثلا تنظيم الشهر العقاري. الشهر العقاري ده موضوع الحقيقه فيه العداله الناجزه، تنظيم الشهر العقاري، ابنيه المحاكم لازم تبقى بالمستوى اللائق. يعني هناك رؤيه باذن الله المفروض تترجم في برنامج عمل، لانه في الاول وفي الاخر المواطن ثم المواطن انه فعلا يلاقي شهر عقاري منظم، يلاقي مكان انه يتقاضى فيه يعني القاضي وكل والمحامي، ومكان المحكمه يكون اكثر تنظيما، ويعني نقدر حضرتك النهارده كل ما نستطيع تقديمه لقضاء مصر الشامخ على السيد وزير العدل وهو واحد منهم، انه يكون ده ليه الاولويه الاولى يعني. نعم. بس كده. طيب. طيب يا فندم. أنا بشكر حضرتك جدا مهندس. أنا بشكر حضرتك. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. مهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر. خلوني أختم قبل ما أستقبل ضيوف الأعزاء فضيلة العالم الجليل دكتور أسامة الأزهري وضيوفنا الأعزاء من شباب مصري كف بصره وأنيرت وأنارت بصيرته مصر. هختم بصور من بريطانيا. بريطانيا العظمى، مدن لندن، برمنجهام، مانشستر، عملوا ممرات للطيور جنب النهر عشان تمشي براحتها ما حدش يضايقها، ما يبقاش في مسار الناس ماشيه بالعجل او ماشيين فيضايقوا الطيور او الطيور تضايقهم، فقرروا ان يعملوا لهم مسارات، شايفين الرسم بتاع البطه، فتمشي والبطه اللي هتخالف وتطلع بره هتتاخد مخالفه، بط فاهم كويس القانون هناك، طلعت اهي دي خدت مخالفه، فعاملين لهم طريق شويه شويه هيعلموهم، شويه شويه الطيور لما تنزل هتنزل في الحته دي، لا هتضايق حد ولا حد بيعملها. امتى ممكن نوصل للرفاهيه دي ونلاقي طريق للبني ادمين؟ احلام وسط البلد حصل، مفيش حاجه مستحيله، هنقدر نعمل، بس شوفوا لما بتوصل بحقوق الانسان والاهتمام بيه للرفاهيه الى هذا الحد، هتبتدي تفكر. على فكره المسلمين اللي كانوا بيعملوا كده، والشيخ اسامه اللي كان بيشرح لنا في الوقف لما كانوا بيعملوا وقف للطير عشان يشرب منه ميه، ووقف علشان يهشوا
وينظفوا المية اللي هيشرب منها الطير. احنا كنا سابقين بكتير قوي، وممكن نرجع تاني بعد الفاصل. استقبل ضيوف الاعزاء. مليون ونصف المليون كفيف، إن كنت واحداً منهم، ترى ماذا كنت ستواجه يومياً في الشارع المصري؟ أحمد، متخيل هتواجه إيه لو كنت كفيف؟ يعني أكيد الناس هتساعدني وهتاخد بإيدي وكده، يعني هم إحنا دايماً المصريين كده لازم نساعد بعض، يعني إحنا بالذات يعني بعيد عن أي دولة تانية، يعني دايماً عندهم الإنسانية دي عالية قوي يعني، فيعني أكيد لو أنا هعدي الطريق لازم أكيد حد يساعدني يعني مش بس. تحب تجرب؟ اجرب. في الشارع؟ في الشارع؟ العنوان ده ها؟ عنوان ولا مش على طول؟ شارع معروف يا ابني. بص طب اسأل اي حد من المحلات. طب ما عادين الشارع. بس يا حمد عادين الشارع. عادين الشارع الناحية التانية. البلد الدور الثالث شقه 9. اروح ازاي بقى؟ اخش دلوقتي شارع خالد ثروت. اخش شاميليون وتمشي انت في الثالث. مش هيتمك معايا. حضرتك ساعتها وصلته لحد المكان؟ لحد المكان بتاعه. هو ده اللي طالبه، هو اللي مكتوب في العنوان اللي هو مديهولي، فعشان كده وصلته لحد هنا. فلما جينا هنا برضو يعني هو كان بيتصل بواحد زميله، فلازم طبيعي ان انا هقف معاه برضو لحد ما اوصله المكان اللي هو عايز يروح فيه. عايز تروح فين؟ عند الناحية التانية. طب الناحية التانية مش حاجة ترجمها. هي سبعة؟ اه. طب ثانية واحدة. هستعدي؟ لا سيبني سيبك. ايه؟ متصور ولا ايه؟ كانت عربيتي على جنبه ونزلت ومسكت ايدي حاولت اعديه، لكن للاسف فوجئت ان هو مفتح، يعني هو اللي يعديني مش انا اللي اعديه. التجربه دي يعني بينت لي حاجات كتير، ان مش كل الناس بتحب ان هي تساعد الكفيف. يعني انا عديت الشارع يمكن اكتر من 3-4 مرات محدش جه خد بايديا، وفضلت يعني قدام هنا نقابه المحامين فضلت حوالي نص ساعه ان حد، وكنت ماسك ورقه في ايدي طبعا عشان حد يدلنا على العنوان، بس ما حدش طبعا يعني رضى يساعدني خالص يعني. لحد بقى لما جه واحد بعد نص ساعه دي وخد بايدي وحاول ان هو يرشدني للعنوان اللي انا رحته يعني. اغلب الناس اللي ساعدوني كانوا ناس فعلا كبار في السن، ما فيش خالص شباب ساعدني، وده بيدل يعني قد ايه الكفيف ممكن يعاني في يعني في البلد اللي احنا فيها دي.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بشكر زميلي احمد شمس، هو اللي قام بهذا الدور في هذا احمد شمس في هذا التقرير، زميلي الصحفي وزميلنا في الاعداد هنا، علشان نحاول نشوف الصوره احنا من غير ما نسمع ونقول كلام احنا عارفينه. دعوني اولا، نحن في ضيافه العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري، عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر. اهلا وسهلا يا مولانا. اهلا وسهلا، كلنا ضيوف حضرتك وضيوفنا الكرام، شرف لينا النهارده. شرفنا معانا طبعا اخواتنا واصدقائنا وناس ناجحه في حياتها ضيوفنا النهارده، دكتور صابر حمد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله. الاستاذ عباس توفيق، اهلا استاذ عباس. اهلا وسهلا، مساء الخير يا سمر. استاذ محمد ابراهيم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. الاستاذ سيد ريان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذه هناء عبد الله عبد اللطيف، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نبتدي حوارنا عايز اقول لكم في حريق في قسم شرطه العجوزه. الحريق حتى الان المعلومات بتقول انه كان ماس مره بجوار، الروايه اللي وصلاني حتى الان ده كان بجوار الاسم، ثم انتقل الى الاسم، ثم تم نقل المحبوسين داخل الاسم الى مكان اخر. معلومات تانية بتقول ان الحريق داخل حجرة من الاسم، وان في 6 سيارات اطفاء موجودة الان، من شاهد عيان زميل عزيز موجود هناك دلوقتي بيقول ان في 6 سيارات اطفاء موجودة بتطفي الحريق. هنتابع معاكم ونطمئن على الحال بعد اثناء حلقتنا، ولكن دعونا نبدأ. سيد الدكتور اسامة، الكفيف نزل فيه نص قرآني، احنا بنخجل من كلمة أعمى وبنقول كفيف وبنتحسس جدا من الكلمة. الآية القرآنية التي استخدم فيها هذا المعنى، والآية القرآنية التي رأى البعض فيها عتاب من الخالق سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف يمكن أن نقرأ هذه الآية كمدخل لحوارنا النهاردة؟ أولا قبل الدخول في موضوع حلقة اليوم والترحيب بضيوفنا الكرام اللي هم كنوز يعتز بها الوطن ويتشرف، أتوجه في كلمات خاطفة بخالص العزاء لأسر شهداء مسجد القطيف بشرق المملكة العربية السعودية، ونعرب عن بالغ الحزن والأسى لهذه الجريمة النكراء التي قام بها الخوارج الدواعش في الإقدام على العدوان على بيت الله المصون الموقر، تفجير مسجد يذهب فيه 21 قتيل وما يزيد على 100 من الجرحى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خالص العزاء لشعب المملكة العربية السعودية ولقيادتها ولأسر الضحايا والشهداء الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزوال هذا الكرب المسمى بداعش، وأن ترجع السكينة والأمان لبلاد المسلمين وللبلدان والأوطان كلها في المشارق والمغارب. كما لا يفوتنا أيضا أن ندعو الله جل جلاله أن يمن برفع الكرب عن المنطقة التي فيها الحريق. سيادتك بتقول في قسم العجوزة، هتسمح لي بس أضيف دلوقتي طبعا. لأن أنا أثق في زميلي اللي واقف في طبعا. نفس المكان بيقول طبعا. إن جميع المساجين دلوقتي بيتم اقتيادهم من داخل الحجز إلى الشارع في فوضى عارمة، العساكر بيحاولوا يسيطروا عليهم، في ناس بتصرخ، سيارات الإسعاف موجودة، يعني في مصابين، في إطلاق نيران كثيف للأعيرة النارية في الهواء لمحاولة السيطرة. المعلومات اللي بيقولها بعض المسؤولين للتهدئة للمسؤولين الأكبر ياريت يدققوا، لأن ممكن تبقى محتاج دعم فيجيلك الدعم قبل ما تبقى المسألة تزيد وتبقى أنت مقصر. مجرد ملاحظة، لأن أنا متأكد من المعلومات اللي بتقولها، المعلومات اللي وصلت للمسؤولين بتهون من الأمر كثيرا وكأنه انتهى، الأمر لم ينتهي. في الآن أمام اسم العجوزة دلوقتي المساجين برا في الشارع، يبقى الأمر محتاج مزيد من القوات، سيارات الإطفاء بتمارس عملها وسيارات الإسعاف موجودة هناك. فضل يا سيدي. ربنا يخليك. ده كان البداية. النقطة الثانية، أنا يعني أتشرف أن أنا أقف بجوار حضرتك في الترحيب بضيوفنا الكرام، النماذج العبقرية المنيرة التي تنير الظلام وتبعث الأمل وتوقظ الهمم، العبقري الكبير الدكتور صابر حمد، الأستاذ عباس توفيق، الأستاذ محمد إبراهيم، الأستاذ سيد ريان، الأستاذ هناء عبد الله عبد اللطيف، ضيوفنا الكرام الذين جعلهم الله تعالى يعني مثال حي لقدرة الإنسان ولقوة إرادته، كيف يستطيع أن يصنع نجاحا
يخترق به الحواجز وينتصر به على الألم والعوائق. أنا الحقيقة يعني في بداية الحلقة أشعر بفخر كبير وشرف أنني أكون في حلقة واحدة مع هؤلاء الضيوف الكرام الذين هم سرج من النور، قناديل من الأمل. فأنا أرحب بحضراتكم ويشرفني تشريف حضراتكم النهاردة. شكرا صاحبي. الله يخليك يا دكتور. الله يبارك في حضراتكم. المدخل الثاني سيادتك إنه القرآن الكريم تكلم عن هذه القضية لكن بيّن فيها بيانا قرآنيا علويا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكل ما يتكلم عنه القرآن الكريم في سياق الذم فإنه يتحدث عن عمى البصيرة الذي قد أقع فيه أنا وقد تقع فيه حضرتك وقد يقع فيه أي إنسان بغض النظر عن حالة عينه هل يبصر بها أو لا يبصر، فهي حالة أخرى مختلفة تماما. إنسان شديد العناد عرضت عليه الهداية فصد عنها، حتى الآية الكريمة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العلماء قالوا دي لقاعدة لغوية صغيرة أن أفعل التفضيل لا تأتي في العاهات والألوان، بيقولوا فالآية دي بموجب القاعدة وتحتاج إلى توضيح وشرح. نعم. نص بموجب القاعدة في أنها تتحدث عن عمل بصيرة، عن إنسان عرضت عليه الهداية فلم يقبلها. لكن لما تكلم القرآن الكريم عن إنسان فقد بصره وحول فقد البصر إلى 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 مدخل للصبر والتحدي والعزيمة وإثبات الذات، تحدث القرآن مثلا عن سيدنا يعقوب. نعم. وهو نبي كريم ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبعد كده صور القرآن لمحة أخرى لما أن جاء البشير وألقى القميص على وجه سيدنا يعقوب قال فارتد بصيرا. يبقى إذن هذا الأمر قد يطرأ على أنبياء الله، قد ينال كرام البشر، حتى بدأنا نستحضر ونتذكر نماذج من أنبياء الله الكرام وعلى رأسهم سيدنا يعقوب عليه السلام، من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان كل واحد منهم أصيب بفقد بصره إما أن يكون في بداية حياته أو في خواتيم حياته، زي سيدنا البراء بن عازب، سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري، سيدنا أبو سعيد الخدري، بل إنه سيدنا قتادة بن دعامة وكان من سادات التابعين ولد وقد فقد بصره، فكان خارق الحفظ عظيم العلم، وكان يقول إذا سرتم بي لا تمشوا بي في السوق حتى لا أسمع شيئا من كلام عموم الناس فأحفظه، وكان يقول ما عرض علي شيء من العلم فحفظته ثم أنساه بعد ذلك أبدا. كمان حضرتك من المعاصرين من العلماء، إحنا عندنا في الأزهر الشريف نماذج، كل إنسان أزهري وكل إنسان مصري يفتخر أن مصر خرجت هذه القامات العلمية التي نهضت بأعباء العلم رغم أنها فقدت البصر. الإمام الكبير عمر ابن سليمان الجمل صاحب الكتاب الحاشي على الجلالين، شيخ يوسف الدجوي كان عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ الدكتور محمد غلاب، العالم الجليل الشيخ الصاوي شعلان وكان يتقن 8 لغات رغم أنه فقد بصره، وكان هو الذي كتب القرآن بطريقة برايل، إلى جيل المعاصرين الذين شرفنا بمعرفتهم، ممن تشرفت بمعرفته الأستاذ الدكتور وجيه زكريا عمران عندنا في كلية أصول الدين في الزقازيق، عالم شاعر أديب يرأس مركز الإبداع في كلية أصول الدين. نعم. فأول ما أبدأ به تحية الإكبار والتقدير والإجلال لضيوفنا الكرام جميعا، وأنا أرى أن هذه الحلقة من 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 أعظم وأجل الحلقات التي شرفت بتسجيلها مع حضرتك لكرامة ضيوفها ولمنزلتهم ومكانتهم، وكل واحد من الضيوف الكرام قصة كفاح مسيرة أمل. أنا تشرفت بقراءة شيء من سجل وحياة كل واحد من السادة الضيوف الكرام. الدكتور صابر لسه من 3 أسابيع حصل على الدكتوراه في الإعلام. نعم. واحتفلنا به على الهواء. وشرفنا بالاحتفال به، ورئاسة الجمهورية أرسلت برقية تهنئة وبوكيه ورد وكذا، الأستاذ عباس والأستاذ محمد والأستاذ سيد والأستاذ هناء، مسيرة عظيمة لكل إنسان. فأنا حقيقة يعني مش لاقي عبارة أعبر بيها عن مقدار افتخاري وشرفي بتشريف حضراتكم، وأكرر الترحيب والاعتزاز بحضراتكم كنماذج عظيمة، نموذج أمل لكل إنسان. ربنا يكرمك يا مولانا. هستأذنكم قبل ما نبتدي حوارنا، بس عايز أطمنكم مازال الحريق مشتعل حتى الآن. هنعرض لكم، وصلني صورة
دي الكشافات ضربه الشرطه واقفه وصلني صوره دلوقتي وفي صوره دي صوره المساجين بره. المساجين بيقولوا الحريق من اوضه مش احنا اللي عملنا الحريق داخل الحاجز ده الحريق كان في مخزن. لسه مستنيين اي مسؤول من الداخليه يقول لنا ايه الوضع بالظبط قبل ما يكلمونا. ومش مهم انهم يكلمونا دلوقتي, يكلمونا بعد ان يطمئنوا على الاحوال, لكن نتمنى السيطره على الموقف والاطمئنان على الضباط والامناء والعساكر والمحبوسين وكل من في المنطقه حتى الان. طيب خلينا نروح للدكتور. يا دكتور صبر, انا عارف ان لك رحله طويله وكان نفسك تطلع طبيب ثم اصبحت متجه للصحافه واتجهت للاعلام. لماذا كنت تريد أن تكون طبيبا وكيف تحولت, إزاي غيرت مسارك؟ كنت أود أن أساهم في نشر الوعي الصحي في مجتمع الريف في الصعيد عندنا, فكان تبقى فيه كده أطفال بس لهم ما عندهمش أي ظروف صحية أو أي حاجة وفجأة يصيبهم مرض فيموتوا. في المنيا يا دكتور صابر؟ في المنيا نعم. أيوة. في قرى المنيا حوالين صمالوط وبني مزار ومطاي وبقرقاص. فتمنيت مثلا اكون طبيب اشوف ايه اللي بيحصل للطفل ده, فجاه يكون في ده كويس يوم اتنين تلاقيه توفى, ما فيش طب بيلحقه, ما فيش حد بيلحق يعالجه. فتمنيت انا هنا اكون طبيب اطفال اقدر يعني الحق الطفل ده. انا عندي يعني شعور نبيل ناحيه الاطفال قوي, بعشق الاطفال جدا جدا. بس في تاني اعدادي لما كف بصري ورحت تالت اعدادي وكذا. انت كف بصرك لحد تاني اعدادي؟ بعد تاني اعدادي في صيف 91. بس انا خلينا اقف عند النقطه دي اذا سمحت لي. يعني اتفضل استاذ. انت شفت الدنيا؟ نعم. شفت التفاصيل؟ رايتها بعيني وبقلبي وبصيرتي. تمام. ثم ما بقتش شايفها. الحمد لله. هل تشعر ان هذه ميزه ام عيب؟ لا, هذا يعني منحه او محنه, انا بعتبرها منحه من الله سبحانه وتعالى. انك شفت الحاجات دي ولا كان اريح انك ما شفتهاش؟ لا, انا زي ما قلت لحضرتك انا شفتها بعيني وشفتها ببصيرتي. كانت بالاثنين بقى, بالبصر والبصيره. ايه اللي اتغير فيك كانسان؟ كنت بتشوف التفاصيل وبتاخد منك ايه وبتسرق منك ايه, وعندما كف بصرك بقيت تشوفها ببصيره, فايه اللي حصل في احساسك في رؤيه الاشياء والتعامل معها؟ يمكن عارف حضرتك لما اشوف الدنيا بالنور, بنور البصر, بنور القلب, بتبقى لها طعم تاني ومذاق تاني كما صاحب الفضيله يعلم ذلك. الله يبارك فيك يا دكتور. فبالعكس يعني انا حاسس الانسانيات زادت عندي قوي, الشعور النبيل زاد عندي جدا. الانسانيات يا دكتور؟ نعم. بتقول سيادتك الانسانيات زادت؟ صحيح. يعني ايه يا دكتور, اشرح لنا النقطه دي زياده. الانسانيات بدا الاحساس عندي يزيد قوي بالاخر. برضك بالطفل, بالضعيف, باخويا متحدي الاعاقه, من الكفيف او الحركي او القعيد او الاصم قوي, احس بالاصم ده نفسي كل لسانه في المجتمع. يا سلام يا سلام, ده حقيقه شعور من قلبي حاسبنا عليه ربنا. نفسي اعبر عن كل واحد اصم في المجتمع, مش بس كل واحد كفيف, مش بس كل واحد حركي, وهم كلهم في قلبي. فربنا حملني المسؤوليه دي والامانه دي, وان شاء الله اكون على قدر المسؤوليه باذن الله. باذن الله يا دكتور, باذن طيب الله. انا هرجع لك تاني يعني. اتفضل. فهي دي مساله ان انا حسيت الدنيا اكتر يا استاذ خير, حسيت الناس الضعيفه اكتر, انا واحد منهم. وحتى وانا بشوف كنت واحد برضو من الناس البسيطه واهل الريف سعادتك تعلم. بس لما رحت بقى لاهل البصيره, اهل المكفوفين وكذا, شفت الدنيا زي ما بقول لك بكل عيون القلب. كل عيون القلب شفت بيها كل انسان ضعيف, كل انسان محتاج, كل انسان متحدي اعاقه, كل طفل. يعني انا كنت بس في الاول كانت قضيه الاطفال, دلوقتي بقت قضيه كل فئات المجتمع. اطفال, مراه معاقه, مراه معيله, مراه ارمله, مراه مطلقه, الشباب والمسنين. المسنين دول على راسي من فوق. الله. ان هم اللي بنوا المجتمع, هو ابويا وجدي والناس فعلا اللي بنت الاهرامات, اللي بنت الدنيا دي على بكتافها بعرقها. فواجب علينا كمصري ان انا احترم واقدس الشخصيات دي والنوعيات دي. طب انت بتكلمني طول الوقت على اللي انت بتعمله مش اللي انت عايزه, وانا عايز ارجع لك. لا, ده اللي انا عايزه ولا انا حاسه يا استاذ خير واللي انا بتمناه. انا محترمه جدا, ما انا لسه جاي لك. لا, ما اصل انت عندك رحله طويله يعني, مش عايز اختصرها. انا بس بنعمل تمهيد كده افتتاحيه يعني. تحت امره معلش. استاذ عباس. استاذ خير, اهلا بحضرتك. احكي لي رحلتك يعني, انت ايه اللي وداك الاذاعه؟ ايه اللي قول لي انت اتخرجت من ايه؟ اخترت شغلك ازاي؟ كلمنا عن نفسك يعني.
اسمح لي بس عندي تحفظين اقولهم سريعا. أي. الاول طبعا انا بدل حضرتك ترحيب وفضيله الشيخ اسامه الازهري. ربنا يخليك. حاجه تانية يعني انا بتكلم عن نفسي برضو مش عشان زمايلي اللي حواليا، انا بشوف نفسي ان انا ولا كنز ولا خارق ولا انا كل الكلام الكبير او الضخم جدا ده، لان احنا زينا زي اي حد قاعد موجود بياكل بيشرب بينام بيسعى ان هو يشتغل بيسعى ان هو ينجح. صح. هو الفرق بيني وبين اي حد تاني ان انا ممكن اكون ما بشوفش بس حضرتك بتشوف. هو ده الفرق، هو ده لازم يوصل للمجتمع. صحيح. وده اللي يوصل للمعاقين نفسهم. صحيح. لان هو ده لو وصل يبقى دي الحلقه المفقوده، احنا كده بدنا نوصل للحلقه المفقوده. تمام. انا متفق معاك تماما. انا بس بتبقى علامه اولا انتوا جايز ربنا قدركم وخدتوا خطوات ونجحتوا، لكم اخوات المجتمع مش ملتفت لاهميه ان يوفر لهم فرص. ثانيا احنا عايزين المجتمع ياخد باله ان انتوا اشخاص طبيعيين جدا وبتضيفوا لهذا المجتمع، فالمساله محتاجه ان المجتمع وهو بينظر ليكوا ينظر بهذه الصوره اللي انت بتتكلم عنها وليست نظره العطف. يعني لا انا بشوف برضو هي نظره غبط على فكره. يعني انا ببص لكم بحسدكم. لا جزاك الله. يعني ما احنا شايفين حاجات حلوه قوي، احنا مغمومين، لكن جايز نفتقد قدر كبير من البصيره اللي عندكم. تمام. فانا عايز اتعلم بالبصيره دي، بتشوفوا ازاي جايز نتعلم احنا كمان. احنا كلنا اكيد بنتعلم طبعا، بس يعني ما ينفعش ان حضرتك تبقى قاعد في وسطنا وتتعلم. اكيد احنا اللي اكيد لا بتعلم طبعا، هتعلم كتير منكم النهارده. هو ده. جزاك الله. طيب احكي لي رحلتك. انا رحلتي بسيطه جدا، انا من اسره بسيطه جدا زي اي مصري موجود على الارض المصري. يعني انا كف بصري من الصغر حوالي سنتين ثلاثه، جالي انفصال في الشبكيه، وده كان يعني ضعف الوضع الطبي في مصر في اوائل الثمانينات وكده، ده كان سبب من ضمن الاسباب. ولكن يعني غير الدكتور شويه ما عشتش فكره البصر والبصيره، لا انا الحمد لله خدت التجربه من اولها. ما مش هقول لك بقى ان انا كنت مجتهد وشاطر وبطلع من الاول وحاجات كده، يعني عادي خدت المراحل التعليميه عادي جدا لحد ما دخلت الكليه. وكانت هنا المفارقه، لان انا لما دخلت الكليه ما دخلتش الحاجه اللي انا عايزها، انا دخلت زي ما اصحابي كانوا داخلين. ايه يا جماعه داخلين ايه؟ قالوا نخش اداب تاريخ. طب يلا انا داخل معاكم اداب تاريخ. اول ترم افتكر في الكليه كنت بحضر شويه، يعني عن الاول بحضر وبذاكر ومش عارف ايه وبجيب محاضرات وحد يسجل لي وكده. افتكر اول ترم شد ملدتين فقلت لا انا كده التاريخ ده مش بتاعي يعني. وبدات اخد كورسات لغه انجليزيه تبع الجامعه الامريكيه، كانت سوزان مبارك عامله جمعيه رعايه متكامله وكانوا عاملين اتفاقيه مع الجامعه الامريكيه، فانا كنت باخد كورسات. بدات بقى اتجه لان بدا مجال الكمبيوتر ده كان بدايته يعني او قبلها بشويه، ان المكوفين يبدا يتعاملوا مع الكمبيوتر واللغه، وده يعني رأيت ان ده هيبقى صورة او المفروض اللي جاي الناس تبدأ توظفه ليه وابدأ اشتغل بيه. استاذ عباس، فبداية احتكاك حضرتك بعالم الكمبيوتر من كم سنة تقريبا؟ تمام. من يعني حوالي 2002 مثلا 2003. 13 سنة دلوقتي. 13 سنة. ولكن هو ده مش ده المجال ده بس يعني، ولكن انا بدأت كده، انا بدأت كده، والمركز اللي انا درست فيه بدأت اعلم فيه الناس يعني. وانا كنت بدرس برضه في الكليه وفي ثالثه كليه او حاجه كده، بس عشان قعدت في الكليه كتير فانا مش بتلخبط شويه. لكن حضرتك على مدى 13 سنه يعني احرزت قدر كبير من المعرفه بعالم الكمبيوتر واتقانه. الحمد لله. بس انا برضه خدت من الكمبيوتر اللي انا عايزه. يعني انا مش خارق قوي في الكمبيوتر. يعني انا واخد من الكمبيوتر اللي انا عايزه، اللي انا اقدر اوظفه في شغلي الحالي، اللي انا اقدر اوظفه في هوايتي كاعلامي ومذيع في محطات على الانترنت، في ان انا وانا بعمل ايفنتات اقدر استخدم التكنولوجيا ازاي. عظيم. كل وانا يعني بشتغل في المجتمع المدني والجمعيات الاهليه الخاصه بالمعاقين اقدر اوظف التكنولوجيا ازاي وهكذا. ولكن مش هقول حاجه بقى ان انا بصمم برامج وحاجه كده، لا انا يعني كل حاجه مرت عليا اخذت منها اللي انا عايزه واللي انا اقدر استفيد بيه. جميل جميل جميل. طيب جميل. قبل ما اروح للاستاذ محمد ابراهيم عايز اقول لحضراتكم الاخبار في اسم العجوزه. وصلت سيارات مصفحه منذ قليل من مديريه امن الجيزه، كانت بتضرب نار في الهواء عشان في تجمع لاهالي المحبوسين وقاعدين يصرخوا بيعملوا صخب. تم نقل بعض المساجين في عربيه ترحيلات. في اللحظه اللي بكلمكم فيها دول
هم بيستغيثوا بيقولوا ان عندنا حد حاله من المساجين تعبان ما اعرفش هتوصل لايه. الحريق المعلومات اللي عندي بدا في غرفه المضبوطات داخل اسم العجودة ثم امتد الى غرفة الحاجز. فاحنا ماشيين واحدة واحدة. الصورة دي مش نيران برضو للتأكيد. مصدري اللي بعت لي الصورة بيقول ان دي اضواء كشافات راحت عربية اطفاء زيادة. بقى فيه 7 سيارات اطفاء الان. دي كشافات موجودة. النار داخل القسم مش خارجة لبرة زي المشهد اللي شايفينه عشان ما تكونش الاضاءة مضللة بالنسبة لكم. تعتقدوا ان النيران وصلت للشارع بهذا الشكل. سيادتك ندعو بالعافية لكل انسان يعني والمساجين يا رب. ونرجو ان اهالي المساجين يهدوا ويعني عشان يطمئنوا على اولادهم ويخرجوا بسلام. هيتنقلوا لحد ما يأمنوا المكان يا رب يا رب باذن الله. طيب استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. من أين بدأت وإلى أين وصلت؟ في بداية الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. في بداية الموضوع أنا مولود كفيف. نعم. ودخلت اتعلمت في طريقة برايل. نعم. الخاصة بالقراءة والكتابة للمكفوفين. نعم. من وأنا عندي 3 سنين. نعم. كانت والدتي بتوديني، أنا أصلا بسكن في منطقة مطار إمبابة. نعم. فكان الكلام ده كان في بداية الثمانينات يعني تقريبا 85-86. نعم. سيادتك مواليد سنة كام يا أستاذ محمد؟ 82. نعم. نعم. ففي سنة 86 بدأت والدتي توديني حضانة للمكفوفين في إحدى الجمعيات الأهلية. نعم. اللي كانت مكانها بعيد جدا عن مكان سكني يعني. اي الى ان التحقت بالمدرسه واتعلمت فيها 3 مراحل تعليميه، ابتدائي واعدادي والثانويه العامه. وكانت طبعا المدرسه دي كلها مكفوفين. وكنت بلتحق بالقسم الداخلي نظرا طبعا لبعد المكان عن البيت. اي بعد كده بدات من بعد الثانويه العامه دخلت كليه الاداب جامعه القاهره قسم التاريخ. من هنا بدأت رحلة حياتي منفرد. كان في بدايتي من زي ما قلت لحضراتكم من بداية تعليمي البرايل في الحضانة. نعم. إلى حد مرحلة الثانوية العامة كانت والدتي معايا. بعد كده بداية ما دخلت الجامعة. وقلت لها بارك الله لك وأنا هكمل مشواري. ده كان سن سيادتك وصل كام كده يا أستاذ محمد؟ كان 17 سنة. عظيم 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 عظيم. ومن ساعتها حضرتك بدأت يعني تتولى مهمة مسيرة الحياة، وقلت للوالدة الكريمة يعني ربنا يبارك فيك لحد كده يعني. يعني في يعني إلى حد كبير حاولت إن أنا أعتمد بشكل كلي على الله ثم على نفسي. عظيم عظيم. لما التحقت بالمرحلة الجامعية بقى بداية من العام الدراسي الأول ليا كان سنة 99-2000. كان في جامعة القاهرة معهد اسمه معهد الدراسات والبحوث الإحصائية. أي. البحوث الإحصائية ده كان تابع لكلية الحاسبات والمعلومات. كان في المعهد ده قسم للمكفوفين بيعلموا فيه الكمبيوتر. مركز. فمركز المكفوفين ده انا التحقت بيه من بدايه برضه من الترم الاولاني ليا في الكليه. ايوه. فكنا لسه بنتعلم اول مرحله من مراحل الكمبيوتر كان الدوس. ايوه. ده كان ما تحت الويندوز او كانوا بيسموه اندر ويندوز. كان يا دوبك لسه الويندوز كان في مراحله الاولانيه اللي هو الويندوز 95 ثم الويندوز 98. فكان يعني اللي يبقى مثلا يعرف يتعامل على الويندوز ده في بدايته كده كان يبقى عبقري. كان كل التعاملات عن طريق الدوس، وكانت الاوامر كلها كانت اوامر كتابيه يعني. انا كنا بنكتب الامر للكمبيوتر عشان ينفذه. فالتحقت طبعا بالمركز ده وتعلمت فيه وبدات بقى في مرحله الكمبيوتر ومرحله التعليم الجامعي. عشان اختصر على حضراتكم، ال4 سنين بتوع الكليه لحد 2003 اتخرجت. طبعا دورنا على شغل بالشهاده او بالليسانس الاداب ما لقيتش. كان ليا طبعا صديق كان بيعمل في مجال تركيب الاطباق وفي مجال فني الساتلايت او التعامل مع الاقمار الصناعيه.
طبعا التعامل او عامه دخول الدش في البيت المصري ما هواش بالقريب يعني, يعني مش يعني مش من الايام دي, ولكن كان يعني قله من المصريين اللي كانوا يمتلكوا الدش. تقريبا بدايته سنه كام يا دكتور محمد؟ لا هو بدايه تعاملي انا مع مجال التعامل مع الاحمر الصناعيه والدش كان تقريبا في اواخر 2003 او 2004. ده بدايه تعامل سنه بدايتي انا بدايتي انا صابر بيقول حاجه دي حاجه ترجع لي اظن سنه 90 ولا حاجه يعني. بدايه فضائيات. هو بص حضرتك ده مجال دخول الفضائيات مصر. ايوه ده كفضائيات بس ده جوه مصر. أيوه. انما جوه البيت المصري كان تقريبا في 96 اتاخر عن كده كمان كان في 96 أيوه. 97 ايوه ايوه وحضرتك لو تعلم ان المنظومه اتقلبت من النظام الانالوج الى النظام الديجيتال تقريبا في نهايه 98 أيوه. واحنا طبعا طلعنا القمر المصري نايل سات كان في اواخر 98 فطبعا لما بدات المنظومه عند المصريين كلها تنقلب من الانالوج الى الديجيتال وبدا التعامل طبعا يبقى اسهل بكتير في النظام الديجيتال اللي هو النظام الرقمي اللي احنا كلنا بنشتغل بيه دلوقتي بدات انا ادخل في المجال ده. ايوه تدخل في تركيب اطباق ولا تضبيط وقنوات وكل شيء؟ في البدايه كان التعامل او ازاي اتعرف على الريسيفر واتعامل معاه. ازاي يعني كان اول مره امسك ريموت ريسيفر كان سنه 99 عشان اتعلم ازاي بس ان انا اغير القناه. انما انا عشان ان انا مثلا اركب الطبق واضبط القنوات وابرمجها بالكامل ده كان زي ما قلت حضرتك كان في نهايه 2003 بدايه 2004. اي يعني عندي شغف ان اسالك ازاي ده سر صنع يا استاذ محمد. ده سر صنع لازم نتعلم يعني. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اتعامل معاه ولا بعرف اظبط حط القنوات جوه البيت. بص حضرتك لا يعني هي طبعا موضوع الريسيفر الناطق ده هيبقى في مرحله هنتكلم فيها هنتكلم فيها بعدين يعني. انما احنا لو هنبدا الموضوع من بداياته يعني انا لو انا يعني انا يعني هحط قدام حضرتك نقطه وارجو ان حضرتك تجاوبني عليها. تخيل لو استاذ خيري او دكتور اسامه الدش عنده باظ وجي اتصل بفني وقال له انا محتاج اضبط القنوات او اصلح الدش عندي. ايوه وجي قال له طب انا هبعت لك حد يظبط لك الطبق. ايوه وحضرتك فوجئت ان الحد اللي هيجي لك ده كفيف رد فعلك هيكون ايه؟ مش هيوافق. مندهش جدا لا هتجيلي صدمه مش هستوعب طبعا. مندهش جدا طبعا يعني حضرتك دي ردود فعلكم يعني دي ردود فعل طبيعيه ما هياش مبالغ فيها. تمام. دي ردود فعل طبيعيه جدا. فكانت البدايه ان انا امتص ردود فعل البيت اللي انا داخله. صحيح. انا بدات اتعلم في حاجتي انا الاول. انا اشتريت لنفسي طبق واشتريت لنفسي ريسيفر وكانت ساعتها التقنيه دي كانت غاليه جدا. صحيح. كانت بالاف. اشتريتها لنفسي عشان اتعلم فيها. وكنت بقعد بالايام والليالي في طبقي انا شخصيا. وقرات كتير عن كيفيه يعني القمر ده ازاي بيدور في مداره وازاي القناه اصلا بتتبث من مكانها هنا وبتطلع على القمر وبترجع تاني من القمر عشان تتبث جوه البيوت. ايوه فدي كانت دي كانت مراحل ليا انا شخصيا يعني انا كنت بتعلمها لنفسي. ايوه انما الطبيعي او الشخص العادي اللي انا هروح اركب له هو ما يهموش الكل اللي انا بقوله ده. وكل اللي يهمه ان القناه موجوده قدامه على التلفزيون. مظبوط. وكان كمان من الطريف ان كان الموضوع كان يعني ما كانش الكمبيوتر في الوقت ده كان مرتبط بالريسيفر زي دلوقتي. كان كل حاجه بتعامل عليها بايدي داخل الريموت ترتيب قنواتي. فكنت بحتاج لناس تشتغل معايا. ايوه لان مرحله تركيب الاطباق دي كانت يعني هي كانت مراحل عديده. اولا ازاي تحط الاساس اللي هتحط عليه الماسوره اللي هتركب عليها الطبق. يا سلام. ليها اساس على الارض. يعني لازم تعمل قاعده معينه بميزان مظبوط ومواصفات معينه طبعا يا فندم. بميزان مظبوط ان حضرتك تظبط يعني القاعده نفسها لازم تكون مظبوط. الاساس لازم يكون مظبوط عشان تقدر تبني بعد كده. ايوه فالقاعده اتظبطت والماسوره اتعدلت واتعملت وتركبت مظبوط. وعايز اقول لحضرتك ان وانا بركب او انا بعمل الماسوره دي انا كانت في البدايه تنقصني ان انا اخلط الاسمنت والجبس ببعض
عشان اربط بيهم القعده على على الخرسانه اللي في الارض. انا ما كنتش بتقلق ابدا من انك على سطوح في خطر. صحيح. لا فضل ربنا كان معايا في كل شيء. الله. فالحقيقه دي ما كانتش بتقلقني، رغم ان انا لو حكيت لحضرتك عن بعض المغامرات المواقف اللي كانت بتقابلني انا كنت يعني حضرتك لو تلاحظ دي ده مسند الكرسي. ايوه. انا كنت بقعد على حيطه زي دي 12 طوبه 12 سم. صح. يا سلام. واخد بال حضرتك؟ وعلى يميني منور وعلى شمالي الارض على بعد 3 متر. يا سلام. فانا كنت بقى كانوا بيجيبوا لي سلم خشب عشان اطلع عليه واقعد على الحيطه كده اهو على المسند ده. صح. عشان اقدر ان انا اظبط الطبق. يا سلام. وللمعلومه برضو اللي بحب الفت انتباهكم وانتباه الساده المشاهدين ان كان الاطباق ما كانتش بالنظام الصغير دلوقتي اللي هو طبعا كان الاطباق الكبيره 180 كان اقل طبق متر و80. آه. اقل طبق مظبوط. احنا كنا انا اشتغلت على اطباق مترين و40 و3 متر و60. يا سلام. فتخيل حضرتك لما تشتغل على طبق فده سيادتك يخلي المهمه اصعب بكتير جدا يعني. بالظبط يا فندم. بالظبط. ما هو المعاناه بتكون في 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 المنظومه في كبر حجم الطبق. أيوة. في كبر. أيوة. لا والاكبر في استيعاب الناس. انا عايز اسال حضرتك يعني فضل. انا اسف انا قطعت كلامك. لا لا اتفضل يا فندم. يعني حضرتك فوق مجموع الخبرات والمعارف اللي حضرتك بتدرسها وبتتقنها وفوق المهاره اللي حضرتك بتتمكن منها اظن ده حضرتك ده كله في كوم والطاقه النفسيه الكبيره اللي سيادتك بتستوعب بها الناس دي كلها كوم تاني وحده يعني. بفضل الله يا فندم. ايوه بفضل الله. هو اللي شجعني على كده برضو ان انا قاعد في منطقه شعبيه. المنطقه الشعبيه ناسها بسيطه بتدرك الموقف فالتفاهم معاهم بيكون بسيط يعني. تقدر ان انت تقنعهم او تقدر ان انت تتعاون وتتعامل معاهم. فده ساعد حضرتك. ده ساعد حضرتك على مداخل النفوس وعلى يا فندم. ايوه. من بدايه بقى يعني المنطقه لما شجعتني وانا بدات اتعرف ان انا بركب اطباق وبرمج ريسيفرات وبظبط قنوات بدات اطلع بره منطقتي. بدات اروح بقى مدينه نصر، المعادي، مصر الجديده، حلوان، كله بدات انطلق. ما شاء الله. بدات انطلق. طيب لا وانا يعني عندي اسئله جوه بقى وجوه يعني في تفاصيل اخرى وتعاملك مع الحياه. انت متجوز؟ متزوج. عندك اولاد؟ عندي بنت وولد. ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم ويخليهم. ربنا يبارك فيهم. طيب سيد وهناء هتسمحوا لي اطلع فاصل وارجع عشان اديكم وقتكم بدل ما ابقى مستعجل. طيب هنطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع اواصل مع ضيوفي الاعزاء. لديهم ما هو أقوى من البصر، هم مكفوفون لكنهم أصحاب عزيمة وإرادة، يدخلون في أنشطة دون إحساس بالعجز. أنا حضرتك خلصت أدب تاريخ ودبلومتين تربويتين في معهد دراسات تربوي، ويعني سجلت خطة ماجستير وإن شاء الله هناقشها قريب في مجال علم النفس. حضرتك أنا بشارك هنا معاهم من خلال قراءتي للكتب ومن خلال الكمبيوتر، ممكن أفيد حد في الكمبيوتر، ممكن أن أنا أستفاد كمان، ممكن أعلم برايل، ممكن أحفظ قرآن. يعني أنا كنت بدرس برايل في فترة من الفترات اللي فاتت. زي ما بتلاقي جوانب إيجابية في المجتمع هتلاقي جوانب برضو سلبية. هتلاقي ناس مثلا شايفة حد فينا ماشي تاخد بإيده وتقول له أنت عايز تروح فين أو أنت عايز حاجة، وممكن في نفس الوقت تلاقي حد مننا مثلا حد شايفه وبدل ما يطلب مساعدته هو مش عارف يساعده، بدل ما يطلب مساعدته بيضحك عليه مثلا. انا بتعلم برايل وبتعلم كمبيوتر وكده تمام، وفي يعني في متطوع في نشاط انشطه تانية، نشاط الصوم ونشاط الريسايكل، لجنه الصادات تمام. يعني وفي النشاط اللي انا مستفيد فيه اللي هو نشاط المخوفين بحب اعمل حاجات كتير. يعني انا بخطط له لقدام اللي انا ربنا يوفقني في التعليم اللي انا بتعلمه سواء كمبيوتر او برايل، واللي انا ان شاء الله يعني ربنا يوفقني واشتغل والاقي شغل. يعني مش قصه لي 5% اللي انا اخد فلوس وانا قاعد في البيت، لا يعني انا عايز انزل واشتغل وافيد المجتمع وابقى مختلط بالناس اللي في الشارع. أطفال صغار لا يعرفون معنى البصر، ولكنهم ببصيرتهم يرون المستقبل.
الاول خالص ما كنتش بعرف اقرا وما كنتش اعرف اقرا ولا اكتب، اتعلمت اقرا واكتب. ان الموسيقى متطوعين بيقراوا لنا قصص، بنعمل حاجات مثلا بنقعد احنا نقرا برايل، نقعد نهزر مع المتطوعين شويه كده. يعني بنظم وقتي يعني كل ماده لها مثلا وقت من الزمن بذاكرها بكل اتقان، والحمد لله طلعت الاول، وده كله بتوفيق من عند ربنا. مثلا واحد كفيف مثلا واقف اساعده ادخله اللاب جوه، مثلا اخش مثلا اقعد على الاورج شويه وبس جنبه، مفيش حاجه تاني. نفسي ان انا اطلع مدرسه بصراحه. نفسي ان شاء الله ادخل الجامعه الامريكيه. انا كان الاول عشان ظروفي بس، الاول كنت عايزه ابقى ضابط في الجيش، وبعدين دلوقتي بقى يعني حمدت ربنا قلت الحمد لله، دلوقتي بقيت عايزه اخش كليه اعلام. من ظلمه البصر الى نور البصيره، اكفاء غيروا واقعهم بمساعده مبصرين يعتبرون انفسهم عيون المكفوفين. فهل يدرك المجتمع حقوق تلك الفئه منهم؟ بس انت شحاتة ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، بشكر زميلتي بسنت ابراهيم على هذا التقرير المحترم، على شغلها المحترم الاسبوع ده، عندها شغل كتير قوي. ودعونا قبل ان استكمل مع ضيوف الاعزاء استقبل مكالمه من السيد اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد اول وزير الداخليه للاعلام والعلاقات العامه. مساء الخير سياده الوزير. سياده المساعد. مساء الخير استاذ خيري. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ خيري. طمنا على ما حدث، هل تم السيطره على حريق اسم العجوزه وتم نقل المساجين بالفعل؟ انا كنت ناوي فعلا ابدا بالطمانه، بس قبل ما اتكلم تحياتي لضيوفك الكرام والدكتور اسامه الازهري. اهلا وسهلا. انا فعلا كنت عايز ابدا كلامي بالطمانه، اطمن كل الناس الحمد لله كل الناس بخير. الحريق ده كان في غرفه داخل القسم. سبب الحريق ماس كهربائي بدا من لوحه المفاتيح اللي هي موجوده في هذه الغرفه وامتد للمتعلقات اللي فيها. على الفور انتقلت سيارات الاسعاف سيارات الاطفاء وتم السيطره على الحريق. كان من المهم اولا اللي هو تامين المحتجزين جميعا اللي هم في حجز القسم والحفاظ على سلامتهم. بالفعل تم الكلام ده من خلال نقلهم الى سيارات ترحيلات كانت موجوده قدام القسم. كان هناك يعني حالات محدوده للاختناقات وتم اسعافها. هناك بعض الادخنه ما زالت موجوده بيتم شفطها باجهزه خاصه للتاكد من عدم وجود اي اثار للحريق، وتبدا عمليه التبريد. الامور كلها الحمد لله بخير، القيادات الامنيه متواجده في المكان حتى تطمئن على انتهاء الوقعه تماما. هل في أي إصابات؟ لا يوجد إصابات، الإصابات الموجودة هي اختناقات فقط بسيطة وتم إسعافها يا فندم. هل ده معناه أن النيران كانت وصلت بالفعل إلى الحجز؟ لا 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 خالص نهائي يا فندم نهائي، ولكن 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 كإجراء وقائي لازم يتم تأمين الناس اللي موجودة في الحجز، وده اللي تم فعلا وتم بنجاح والحمد لله، ما فيش أي إصابات نهائيا. بالنسبة للأهالي المحتجزين كان موجود أعداد قدام القسم وكان حصل شوية هرج ومرج، هل لم تحدث أي مشكلة الحمد لله ولا أي اشتباك؟ نهائي نهائي، الناس كلها بخير والأهالي اطمنوا على ذويهم، وزي ما قلنا تم تأمينهم، وكان الهدف الأول اللي هو تأمين الناس ديت، وتمت العملية دي بنجاح الحمد لله. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية. من المرات يعني كويس ان احنا نقول المساجين كانوا طالعين المحتجزين، واول حاجه قاعدين يقولوها والله ما احنا اللي حرقنا، والله ده النار كانت جنبنا مش احنا، فكره ان على طول يبقى هم اللي بيحاولوا الهرب وهم اللي بيعملوا ده. الداخليه بتؤكد ان ماس كهربائي وتم السيطره على الامر، تم نقل المحتجزين لحمايتهم وتامينهم الحمد لله، ربنا انتهت على خير، عمليه التبريد ما زالت مستمره. ربنا يحفظ مصر يا رب. نروح لاخونا سيد ريان. وسيد يقولوا لي صوابعك تتلفف حرير يعني ما شاء الله، ربنا يستر عليك يا مس. خير، احكي لي كده انت اشتغلت ميكانيكي ازاي وابتديت امتى؟ انا شغال عفشاجي سيارات. عفشاجي سيارات؟ في العفشه؟ في العفشه بتاعت السيارات. ده من امتى؟
انت احكي لي رحلتك مع البصر. أنا شغال من يعني شغال من وانا صغير الصنعة، اتعلمتها من وانا صغير. بس انت أنا مولود الاول؟ لا لا، عامل حادثه بقى لي حوالي 12 سنه صغير. يعني انت فقدت بصرك متاخرا؟ عامل حادثه حوالي بقى لي 12 سنه او 13 سنه. يعني ايه حادثه؟ كان مسمار وانا شغال في عربيه ضرب في وشي، وعبال ما رحت المستشفى وكده، فالدكاتره ما عملتش الاسعافات يعني. كل حاجه بتاعت ربنا بقى، مش كده. يا لطيف. يعني انت كنت متعلم المهنه قبليها؟ كنت شغال في العفش. كنت شغال فيها الاول. لما كف بصرك، لما فقدت هذا البصر، هل ده انعكس عليك في عملك؟ اثر ولا زودك مهارات؟ لا، ممكن الاول ماشي. انا اول ما عملت الحادثه ديت وكده كانت نفسيتي تعبانه برضه. طبعا اقول لحضرتك يا استاذ سيد، سيادتك قد ايه الفتره اللي حضرتك توقفت فيها ولحد ما قدرت مره تاني تمتلك الاراده وتعمل؟ يعني حوالي سنتين كاملتين. الفتره الانتقاليه دي لما بين يعني السنتين دول خدتهم برضه فتره علاج من المستشفى لمستشفى. وكل ما حد يقول مثلا على المستشفى فيها علاج ولا حاجه اروح، يودوني اهلي يودوني. فلحد بقى خلاص، يعني هي حاجه بتاعت ربنا ما فيهاش كلام. طب وحضرتك احتجت فتره تاني علشان تقدر تطوع خبرتك ومهارتك في الصنعه؟ هو مع والله دي الحاجه دي ترجع لربنا سبحانه وتعالى، ثم لصاحب المكان اللي انا شغال فيه. ايوه كان متعاون حضرتك، وكان هو يعني انا لما كلمته وقلت له انزل اشتغل ما عرضش معايا في اي حاجه. ايوه وخلاني نزلت اشتغلت. ايوه رغم ان انا مثلا ممكن كنت بخاف من حاجات اول ما نزلت الشغل. كان هو بيعارض معايا فيها. زي ايه؟ يعني بخاف ان انا مثلا امسك شاكوش او ادق او في حاجات كنت بخاف ان انا اعملها. حاجه ما بالنسبه لي جديده عليا. ما ينفعش في حاجات صغيره ما ينفعش ادق عليها. انا بالنسبه لي كنت ممكن احسبها ان انا اقول ازاي انا هدق عليها، او ازاي انا هوصل لان ايدي توصل على المكان بالظبط. فالفضل ربنا ثم الراجل اللي اتعلمت بقيت توصل؟ الحمد لله، ده فضل من ربنا ثم للراجل صاحب المكان اللي انا شغال عنده. هو اسمه ايه؟ هو اسمه الاستاذ محمد بتلو. احتواه الاستاذ محمد بتلو كده جزار. نشكر جدا. احنا نشكر الاستاذ محمد. هو طبعا هو شهرته دي. هو فين ساكن؟ فين هو قاعد؟ في المنيب برضه. في المنيب. تحياتنا ليه، نشكره حقيقي. يعني وعيه وتقديره واحتوائه ليك يستحق التحيه. انما سيادتك يا استاذ سيد، قدرت حضرتك مره ثاني انك يعني تمتلك الصنعه بكل تفاصيلها؟ يعني انا الحمد لله دلوقتي الحمد لله ما يعني بشتغل يعني عادي، ما فيش حاجه، مش حاطط موضوع ان انا مثلا فقط. ممكن بيجي على وقت بحس مثلا ممكن حد يقول كلمه تضايقني او حاجه، بس قدام الناس ما بشغلش بالي. ايوه. او اللي بيقول كلمه ما بسمعلوش. ايوه بس بتبقى جواك مضايقاك. ماشي، بتتعبنا بس خير. بس يعني اصل ربنا ما حدش يقدر عليه، هو بالكل سبحانه جل جلاله. وزي ما خد زي ما بيدي في لحظه برضه. حلوه الثقافه. هو حلوه الجمله. ايوه، ربنا ما حدش يقدر عليه، هو بالكل جل جلاله. الله الكريم، ابو الكل الكريم، الخلق يعني عيال الله. لا، احساس الابوه تجاه الرب، تجاه الله سبحانه وتعالى، ده احساس حلو قوي. وبعدين انا يعني اللي خلاني لجأت للورشه برضه وللشغل تاني ان انا ما لقيتش حاجه غيرها ان انا اشتغلها. حاولت ان انا اقدم في شغل تبع شركه موتسيان. طبعا ما فيش واسطه وما فيش الكلام ده، ما فيش قبول في ورق ولا في الكلام ده. كنت عايز تشتغل اذا كان ده اللي انت بتعرف تشتغله، كنت هتروح تشتغل ايه؟ في التعبئه والتغليف. في المعز. طب وانت عندك خبره في ده؟ خدت يعني واحد وداني، خدت تبع مكتب الشؤون. رحت خدت تدريب شهر وكده، وكتبوا عني شهاده ان انا كويس عندهم وكده، بس طبعا الورق ما مشيش. ما مشيش عشان ما فيش حد طبعا اتكلم ولا حاجه. اروح اسال، طب بكره، طب بعده، طب الاستاذ فلان مش موجود، الاستاذ فلان مش موجود كده. فتعبوني نفسيتي بصراحه. دخلك كويس؟ الحمد لله. مش عشان الاستاذ محمد يعني مش لا لا الحمد لله. محتاج تامين صحي يا استاذ خير. تامين صحي وامن معاش ولادي وغيره. محتاج تامين صحي لانه ده شغل خاص. الشغل الخاص ما فيهوش تامين؟ لا لا ما فيهوش. لا لا ما فيهوش. عشان كده حضرتك استاذ سيد محتاج يكون شغلانه حكومي عشان يقدر يكون. انا متجوز على فكره يا استاذ خير. متجوز؟ عامل حساب الاولاد ومعايا ثلاث اولاد. الله اكبر. لسه البنوته الاخيره دي لسه ربنا مداني من حوالي 10 ايام بالظبط. ما شاء الله. مسميها على اسم والدتها الله يرحمها. ما شاء الله. ربنا يبارك لك. الف نعرف اسم والدتك انت. اسمها لا أولي. اسمها ماجدة، على اسم والدتها ماجدة. ربنا يخليها لك. معايا ريان عنده 5 سنين ونص، ومعايا امان عندها 3 سنين ونص. ربنا يخليها لك. انت مسمي اسم الجد، اسم الاب، واسم الام. لا، ابويا وامي، وايمان ديت اختي. واختك.
ما شاء الله. انا عندي 7 بنات على فكره يا استاذ خير. ربنا يقويك. اخواتك 7 بنات؟ وانا وحيد عليهم. انت كنت بتساعد في المصاريف معاهم؟ ما انا يعني والدي برضه موجود وكلنا بنساعد بعضين. ربنا يبارك فيك يا اخ سيد. الله يحفظك يا استاذ سيد، والف مبروك على مجيء ماجدة. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيها وفي اخواتها ويجعل عمر حضرتك كله سعاده وسرور ان شاء الله. الورشه مش هتامن، مش هتخلي تامن صحيه. الورشه ما بتامنش. لا يعني عارف ان اي مهنه هو ده حاله وحال كل الناس اللي بتشتغل في الورشه على فكره. يعني هو ده حال. انا اخر مرحله وصلت لها استاذ خيري، هو كده اخر مرحله وصلت لها الكلام ده بالظبط بقاله سنه. كان في واحد اسمه استاذ احمد صحفي، هو كان عمل معايا بس من فتره جامده قوي، عامل معايا حديث في جورنان. وجيت كلمته من فتره بقول له على ورق موتسيان دوت، بعتني المحافظ الجيزه. ورحت لمحافظ الجيزه وقابلني نائب المحافظ وخلصت الورق ومضاهولي بنسبه 5% اللي هي نسبه 5% مع وكيل. وبعتني الشركه بتاعت موتسيان وبعت الورق وخلص لي كل يعني حاجه. يعني انت لو اشتغلت في شركه هيكون احسن لك ودخلها افضل. ما هو يعني ولا تشتغل دي جنب دي؟ ممكن دي جنب دي هتساعد برضه يا استاذ خيري، وممكن الحاجه الثانيه ديت تبقى امان لعيالي. بالظبط تبقى امان لعيالي. مش عارف يعني محافظ الجيزه المحترم دكتور خالد زكريا هو بعت الورق، بعت الورق المحافظ الحالي ولا السابق؟ هي الكلام ده بالظبط، هم تعبيني بقى لهم سنه. الاستاذ خالد هيناش ده بالظبط بقاله سنه يا استاذ. طبعا كلام الدكتور، الدكتور اللعبه بتاع اعلام فقال لك هيناشد. اتفضل يا استاذ. ده كل ده احنا كلنا يا استاذ معاك، احنا كلنا معاك. يعني دكتور خالد زكريا محافظ الجيزه، انا متاكد انه لو يستطيع انه يساعد او يكون هناك حسب القانون، يعني انت من ال 5% له حق التعيين بايدك يا دكتور. ف يبقى رائع دكتور خالد العدلي، ما اعتقدش انه هيتاخر ابدا. يعني هو حضرتك الورق خلص كله، خلص كله يعني اخر حاجه وصلت لها في الشركه هنا في اكتوبر في المنطقه الصناعيه، اني واقف على امضه رئيس مجلس الاداره الاستاذ نبيل عبد العزيز. طبعا ده ما حدش بيعرف يوصله. نناشد الاستاذ نبيل عبد العزيز رئيس مجلس اداره الشركه باسمنا جميعا شخصيا، يجبر بخاطرنا يعني. ويعني الراجل ده هتلاقوه بيشتغل احسن من اي حد عندكم ان شاء الله. طيب وصلت. عايش مع اولادك كويس؟ ايه اللي بيضايقك واللي يبقى بيمثل اصوات اخرى من التعامل معاك او السلوك العام او طبيعه البلد اللي بتضايقك ايه؟ والله يا استاذ خير يعني هو الواحد يعني عايش حياته طبيعي، ممكن بتحصل حاجات في الشارع او بتحصل حاجات معايا، بس يعني الواحد الحمد لله ان هو زي ما قلت لحضرتك برضو ربنا بالكل، طالما ربنا قدامه ووراه وكل حاجه ما بحطش اعتقاد الناس او كلام الناس ما بحطوش دماغ خالص. يعني لو كنت بتطالب محافظ الجيزه، انت في الجيزه فبتقول له والله احنا طالبين كذا علشان نبقى ده طبيعي ولنا حقوق، تقول له عايز ايه غير الشغل؟ غير الشغل خلاص الشغل خلصنا. ماشي كويس، هيخلص ان شاء الله يعني. ربنا يستر عليك يا استاذ خير. تسلم يا استاذ خير. هتطلب ايه في الطرق في المواصلات؟ احنا بنطلب ان يعني الاول بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يفضل فاكرنا ويرحمنا برحمته يا رب الكريم جل جلاله. ايوه خلاص جلاله. خلصنا ربنا يعني. انا ما بقولش كلام لا لا ربنا طول الوقت لنا جميعا. انت كمواطن مصر حق في البيئه لك ظرف خاص، هذا الظرف الخاص يفرض على الدوله ان توفر لك اشياء، توفر لنا يعني توفر المواصلات، الاماكن السكن، الطرق، اماكن التثقيف، اماكن الترفيه، عظيم. ما ده البلد كلها. لا يعني انتوا قاعدين تهربوا مني. انا اللي هتخلص. لا ما نقدرش. لا 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 انا اللي هتخلص. لا لا ما نقدرش. ازيك يا هناء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي لنا بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل في نور والامل قسم البامبو، بنصنع يعني الباسكت وسبت العيش و وثبت التليفون وانواع متعدده من البامبو. عظيم. وانا طبعا التحقت طبعا بجمعيه رساله وشاركت في انشطه اخرى وتعلمت الكمبيوتر على ايد دكتور احمد عبد الظاهر وشاركت بقى في رحلات واعياد ميلاد وشاركت في ورشه فنيه تبع رساله وكمان كنت بأدي خدمات، يعني كنت متطوعة برضو، يعني كنت بستفيد وبفيد في نفس الوقت،
يعني كنت بروح مع اولياء الامور يجيبوا كتب للاطفال، كنت مثلا بروح معاهم اودي ورق او اودي حاجات في معظم افرع رساله. بالاضافه ان انا يعني بمشي لوحدي، بروح كل مكان لوحدي الحمد لله. انت متجوزه؟ لا انسه. انسه ربنا يرزقك ان شاء الله وتتجوزي. امين امين، تجدي ابن الحلال اللي يستحقك. امين يا رب. ربنا يخليك يا فندم. لكن حضرتك بتتحركي في كل مكان لوحدك يا استاذه هناء. يا فندم. وفي سهوله في الحركه وما فيش معاناه او صعوبه؟ لا، هو في الاول طبعا يعني هو في الاول ما خبيش على حضرتك كان فيه صعوبه. أيه. ولكن انا قدرت اتغلب على الصعوبه دي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وقدرت ان انا اواجه مشاكل كتير يعني الحمد لله، وقدرت اتغلب على كل ده. هو سيادتك فقد البصر كان من سن كام؟ لا، هو انا مولوده كفيف. لا، هو كان سن 20 سنه. ايوه. ومن ساعتها بدات حضرتك تتحركي وتروحي كل المشاوير وكل الدورات اللي حضرتك حضرتيها دي كلها كانت تحرك حضرتك فيها لوحدك؟ حتى يعني كنت بروح كمان دوره تبع القوات المسلحه. أيوة. كمبيوتر برضه في جسر السويس. نفس الدوره اللي كنت فيها يا دكتور في معهد النظم والمعلومات. انت اللي بتختاري لبسك؟ امتى بتحددي تلبسي لون احمر او ازرق او اخضر؟ بتشتريه وبعدين تلبسيه على اساس ايه؟ بتختاري؟ بتطلبي اللون؟ يعني اللون بس انا يعني وانا بطلب اللون طبعا بيبقى في حد بيساعدني في اختيار اللون، ولكن انا بمسك القماشه بتاعت اللبس وبشوفها مناسبه ولا لا. اها، جوده الخامه. وهي موجوده في الدولاب بتعرف ان دي لونها احمر ودي لونها ازرق، ولا بتستعيني بحد في ده؟ لا، بعرف لاني بعلمها بحاجه معينه. لان مش كل شويه حضرتك هتقول لحد شوف لي اللون. لا، احنا بنعملها يعني بنعمل حاجه معينه علشان نعرف بيها اللون. على فكره بلس. هنا في تعليق مهم يا استاذه هناء، اللي حضرتك بتقوليه ده كان في عندنا عالم زمان في القرن الثامن الهجري اسمه علي بن احمد بن يوسف المشهور بالامام الكبير زين الدين الامدي، وكان كريم العينين، اكرمه الله بفقد البصر من الصغر، لكن فقد البصر خلى كل مواهبه وطاقاته ونبوغه يتفجر ويظهر، وكان شغوفا بشراء وبيع الكتب مع مهارته في العلم. فكان حضرتك اقتنى كم هائل من الكتب، كان اذا طلب منه كتاب يطلب منه مثلا الجزء الاول او الثاني او الثالث فيستخرجه، وكان اذا فتح الكتاب يستطيع ان يدرك عند اي سطر غير الكاتب وكتب باللون الاحمر او الاسود لمجرد ملمس معين. بل العلماء يذكروا انه الشخص العبقري ده كان يعرف اسعار الكتب من ساعه ما اشتراها علشان يقدر نسبه الربح لما يجي يبيعها بعد سنوات، انه كان ياتي بشيء من الورق ويفتل منه فتلا دقيقا جدا ويعلق على ظهر كل غلاف فتلة رقيقة من الورق ويضع عليها ورقة تؤبدها علشان ما تروحش مع الاحتكاك. فالعلماء بيقولوا إلى هذا الشخص يرجع الفضل في ابتكار طريقة برايل الكتابة بحرف بارز، يعرف منه ثمن كل كتاب اشتراه بإمتى، قبل مثلا 10 سنين ولا قبل 12 سنة. والراجل ده مات سنة 712 هجري، وأول ابتكار لطريقة برايل سنة 1834 ميلادي، يعني بعدها بست قرون تقريبا. فالعلماء بيقولوا العالم العبقري العربي المسلم ده زين الدين الآمدي هو صاحب فكرة برايل، وكان بيعرف ألوان الأسطر وأرقام الكتب والمجلدات بس بمجرد اللمس. زي الأستاذ هناء بتوصفه إنه مش محتاجة إنها خلاص، يعني مش محتاجة حد يساعدها في اختيار الملابس وتنسيقها وألوانها. فيعني يبدو إنه حضرتك فعلا لمحة الذكاء اللي بتتوقد يعني ده شيء ساري يعني عبر الأجيال والعصور. ربنا يكرمك يا فندم. مصرية. طبعا ربنا يخليك يا فندم. دكتور صابر، لو حبيت قبل ما أطلع الفاصل فضل. تقول لي هي إيه مشكلة الأكفاء في مصر؟ الأكفاء مشاكل كتيرة كتير كتيرة جدا، يعني أولهم أنا أختي يعني صعب إنها تمشي لوحديها، شوية أمان برضو
فانا عايز أأمنها حتى نفسيا هي لو تقدر تمشي بس برضه في شويه قلق يعني انا كصبر اقدر امشي بس برضك عندك شويه قلق من حفره بل عايز ستك تعلم بعض الطرق غير ميسره وغير موحده فايه المانع لو وفرنا احدى فتيات الخدمه العامه تكون في رعايه اختي هناء وغيرها من الكفيفات هتقدر تعمل واحده لكل كفيفه خدمه العامه يا فندم مش ده مش في سنه بتقضيها كل فتاه خدمه عامه بعد تخرجها من الكليه مستحيل يعني وبالنسبه للشباب برضه في حاجه مجندين في شباب بتقول له ايه يا شباب بقول ان في جامعات بتعمل ده بشكل او باخر متطوعين مثلا لكن انا عشان الزم حد ان هو يعمل حاجه حتى مش هعملها بحب يعني انا عشان الزم حد ان هو يعمل عمل تطوعي عامه ان احنا نعرف ان هو مفهوش الزام مفهوش الزام بس بالعكس انا لابد ان انا اعمل حاجه وانا حاببها عشان حتى وانت مستقبل الخدمه تبقى مستقبلها بشكل طب بص بس ايه مدى توفير الخدمه دي من خلال المتطوعين يمارسوا العمل ده بحب انا انت قابلت ده اللي بيسال عنه الدكتور اسامه شفت متطوعين متطوعات كانوا بيتعاملوا معاك ايوه تمام في وين قابلت بس ده مش بيكونش متوفر بشكل كافي يا استاذ طبعا انا عايزينه مش هيكون الزام لو تسمحوا لي يعني اقول حاجه بس اصل هو دي زيها زي فكره الامان للشعب المصري صحيح بمعنى ايه احنا يعني لما جت علينا فتره فيها عدم امان في مصر كان السايبر كور ما كانش يعني مش هينفع ان احنا نلزم ان مثلا الداخليه توفر عسكري كل مواطن طبعا يامن برضه انا مش هقدر الزم البلد او اوجه الدوله انها توفر لي مواطن لكل كفيف مش لا يعني دي لا دي يعني في في طب افكار البديل الافكار في بدائل احنا الامان للجميع بالظبط تمام ايه الافكار الثانيه اللي ممكن تيسر للكفيف تساعده في ايه في الطرق في الخط كل حاجه في كل حاجه, في حركة لا الحياه العامه لو هنتكلم فيها بقى حاجات كتير اتكلم طيب في المتاح بلاش انت حضرتك دلوقتي ممكن بعد الفاصل خلونا نطلع فاصل قبل ما اطلع الفاصل هيسيبنا سيد ريان احنا ورا مشكلتك اي رساله تانية عايز تبلغها هينضم الينا الشيخ مصطفى عطف انا اسف المكان مش هيتسع العدد كله وانت راجل شقيان طول اليوم ربنا يستر عندك رساله عايز تقولها للمجتمع غير طلب شغل علشان التامين والتامين ده هتناقش فيه بشكل عام لابد ان هناك قاعده تامينيه حتى لغير معينين وغير المتحققين لمن لا يعمل انا اذا كنا بنطالب بيها للانسان العادي فما بالنا اذا حد تعرض لظرف خاص او كف بصره ف تطلب ايه انا بطلب من ربنا يكرمني ويعني واعيش حياتي واربي عيالي وربنا يخلي لي ابويا واخواتي امين ونفسي ربنا يكرمني واشوف الدنيا تاني امين امين ان شاء الله ده في امل يعني قالوا لك انك في عمليه لو عملتها ممكن تشوف الدنيا والله هو في واحده استاذ خير يعني بس يعني الوقت اللي هو قال لي فيه كانت ظروف والدتي الله يرحمها وكده جت والدتي توفت فانا دماغي ما يعني بس في امكانيه متاحه يا استاذ سعيد مش كده قال في كان الاول كان بره وبعد كده قال في دكاتره نزلت مصر هنا بس ما وصلت لهاش انا بصراحه لكن دلوقتي في امكانيات طبيه متاحه موجوده في مصر يعني مش كده دكاتره لسه جايه من بره لكن ما وصلت لهاش انا او ما اعرفش عنها حاجه طيب خلينا نتفق نبعتك لدكتور عيون ان شاء الله يكشف عليك دكتور كبير احنا عندنا اساتذه عظام في في, في العيون ويقولوا ايه الامل نسبته ايه بس هل انت متشعلق بيه قوي فاذا قال لك لا مفيش هتتضايق لو قال لي لا برضه بتاع ربنا خير قلت لحضرتك من الاول كل حاجه بتاعت ربنا لا انا بالله لا ما هو لان انا اسف في السؤال انت نفسك تشوف ايه كل حاجه حلوه يعني يعني احنا احيانا مصرين يقول لك احنا شايفين ايه احنا شايفين الهم والغم انا فاهم وجهه نظرك على فكره يا استاذ خير معلش مع احترامي لحضرتك انا دلوقتي نفسيتي مستريحه من الاول ليه بقى في حاجات الواحد بغنى انه يشوفها طيب حاجات عكره يا اخويا والله العظيم بغنى انه يشوفها بس يعني بس نفسي أنا ربنا يكرمني انا سيادتك في امل مشترك بيننا كلنا اظن ان احنا كلنا نفسنا نشوف مصر وهي في احسن حال ان شاء الله باذن الله ونفسي ربنا يكرمني واشوف ابويا تاني واخواتي واشوف عيالي انا والدتي الله يرحمها توفت ما شفتهاش ربنا يعوضها ان شاء الله تلقاها في الفردوس الاعلى ان شاء الله امين يا رب امين يا رب امين يا رب بس انت كنت شايفها لكن اولادك احساس خاص انك عايز تشوف ملامحهم شكل مين شكلي اكتر شكل امهم ممكن برسم لهم صوره في خيالي برسم لهم صوره ممكن برسم لهم صوره في خيالي بتلمس ملامحهم يا سلام ورسم لهم صوره في خيالي او هو الشكل اللي انا سبحان الله يعني هي حاجه بتاعت ربنا الشكل اللي انا ممكن رسمه هو الشكل الحقيقي بتاعهم اكيد ما شاء الله يعني شاء الله. ما مراتك بتقول لك كده
زي ما بتوصف بالظبط. هو ده نور البصيره يا فندم. طبعا. انا سيادتك هقترح حاجه، انه انا حستاذن حضراتكم انه هينضم المنشد المبدع الاستاذ مصطفى عاطف، هيكون مكاني بحيث ان هو يعطر الجلسه بشيء من الانشاد، واكون انا في انتظار حضراتكم في اخر ما نستغناش الحلقة. عنك. هو انا خدت ليه رايه عشان هي كانت دي دوره في الكلام، فالفقره الجايه مش هلحق يتكلم تاني. لا انا 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 عايز انا عايز اسلم عليهم كلهم في الاخر، فهينضم مصطفى مكان. انا ما اقدرش استغنى عنك. لا انا مش بعيد. طب انا عندي اقتراح اطلب يعني الطف جدا. قول لي. ان انا اللي انسحب واجيب مصطفى عاطف معاك واترك لك اداره هذا الحوار. والله العظيم. لا يعني انا حضرتك مصطفى هيكون مكاني، وفي اخر الحوار هسلم على اصدقائنا كلهم مره تاني. اشوف حضراتكم في اخر الحوار. سلام على حضرتك. الله يخليك يا دكتور. طيب وضفت حضرتك العظيمه. الله يخليك يا دكتور. اشكرك. طيب هنطلع فاصل نتفاهم في الموضوع ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. لما تعتمد على الاحساس أسرع من أنك تعتمد على النظر. كنت بعاني من جلوكوما، يرتفع في ضغط الدم العين. فلما روحت أتعالج كانت العملية اتأخرت شوية، فالحمد لله لحقت عين من الاتنين، بس قالوا لي نسبة الرؤية فيها هتبقى ضعيفة جدا، وهتحس إن أنت شايف من خلال دايرة صغيرة عن محيط اللي انت كنت بتشوف بيه زمان. هو انا رحت معاهم في مجال الشغل في الطاقة الشمسية على اساس ان انا ممكن اشيل احط اتعلم حاجة، لقيت نفسي الحمد لله بقيت كويس معاهم، والجماعة معايا ما بخلوش عليا في حاجة. الحديد بتاع المحطة كله ليه مقاسات مختلفة، بنفرز الاول اطوال الحديد، وانا بمسك الطول مثلا الثلاثة متر بجمعه على جنب، وعارف عدد الاخرام فيه من ما بمشي ايدي عليه كده، بعرف الاخرام دي ازاي تترص وازاي تتحط، والمسمار يقابل ازاي الناحيه الثانيه والصاموله من غير ما ابص عليه لان اتعلمت. فبقيت ارص الشدادات والسندات بتاعه الارضيه، وبعد كده اقوم المثلثين اللي بتشد عليهم الخلايا، وبعد كده اركب لهم العوارض. لقيت نفسي كده بيقولوا لي انت خلصت الشاسيه، فبقيت خلاص كده يعني ممكن اعمل غيره. قالوا لي ممكن تعمل غيره. قلت لهم خلاص قربوا لي الحديد جنبي وانا اركب زي ما انتوا بتقولوا كده. لقيت نفسي بركب 10 استندات ورا بعض، نعمل سترنج وبعد كده 10 وكمان نعمل سترنج التاني والتالت، وبعد كده في راس الالواح هم بيقربوا لي الالواح، وانا بمسك المكان بايدي الشمال بعرف مكان الفتحه، وصباعي من كده بعدي منه الصاموله بربط من غير ما ابص. كنت بصراحه بشتغل بس على قد ايه قبل ما نظري تعب قوي كده، يعني الاول كان احسن الحمد لله شويه. يعني كنت بعرف اشتغل واجمع شغل ضفاير كهرباء، كنت بشتغل في دوائر انذار، فتعلمت الحاجات ديت، فالحمد لله نفعتني برضو خبرتي في ان انا بشتغل في باور وكنترول شويه. الحاجه اللي انا بحبها ان انا اصلا عايز ابعد عن مجال الزحمه، ان انا ما بحبش الزحمه، ما الشوارع بقت زحمه والابراج، فبقيت قلت لقيت شغل الصحراء دوت في براح بالنسبه لي كتير، يعني انا ممكن امشي مش خايف ان انا اخبط حد. الحمد لله انا متزوج ومعايا ولد وبنت، ربنا يحميهم لنا ويبارك لنا فيهم ويجعل فيهم الذريه الصالحه، وزوجه الحمد لله ربنا يكرمها ويديها اللي هي يعني نفسها فيه، لان هي بتساعدني جامد جدا. يعني من الناس اللي يعني مش عايز اقول لك ما اقدرش اتكلم انها هتبقى سامعاني، فعارف اللي في القلب والله. والله ما جن ليل أو بدا قمر إلا ونجواك في الظلماء ولا
تحدثت في قوم لأونسهم إلا ونورك إلا ونورك سر ولا شربت كؤوسا من خمور هدى ولا شربت كؤوسا من خمور هدى إلا رأيت انعكاس النور في الكاس سهلا. ازيك؟ منورنا استاذ مصطفى. بتحسد الكفيف على ايه؟ بحسد الكفيف على العوض الرباني في الجنه، انه ربنا سبحانه وتعالى يعني من فقد بصره ربنا سبحانه وتعالى خلاص وجب له الجنه. بحسد الكفيف على قوه الشوف، قوه انه قوه الاحساس. عايز اقول لحضرتك على حاجه، في المجال الانشاد اقوى الاصوات في الإنشاد الديني أصوات المكفوفين طبعا، بس سبحانه وتعالى بيدي عوض عجيب ما شاء الله في كل الحواس. الشيخ محمد رفعت في قراءة القرآن صوته يعني ليه طعم خاص جدا، بعض المحللين يعني كانوا بيربطوه بالإحساس العالي جدا نتيجة لأن كف بصر. نعم، وسيدنا الشيخ محمد عمران وكتير قوي من مشايخنا. فبحسد الكفيف على كل المعاني دي، والمعنى الأكبر هو معنى أنه لما حد فينا بيحصله مشكلة ممكن يصبر ممكن ما يصبرش، لأن المشكلة بتعدي ويصبر شوية والمشكلة تعدي، لكن دي نعمة ربانية دائمة، فبتدرب قوي على الصبر والرضا، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالموضوع كبير قوي يعني يعني يستحق الحسد يعني ما شاء الله. شكرا. عايز اقول لكم بس رسائل الهاشتاج بتاعنا نقطه نور. محمود زين بيقول يا ريت تقول الرساله دي للاستاذ سيد، انت راجل محترم وقدوه ليا وربنا يبارك لك في المولود الجديد. من محمود زين. محمد جمال بيقول الكفيف هو الشخص اللي لما بيتوفر له الامكانيات وسبل المساعده بيكون حاجه ايجابيه جدا في المجتمع، مش زي ما الناس فاكره انه لا يفيد. سماح المهدي صحيح في ناس كتير قوي ربنا انعم عليها بنعمه البصر بس ما عندهاش بصيره. عمر سعد بيقول احنا دوله ما بتراعيش ذوي الاحتياجات الخاصه، الشاطرين بس يدرسوا لنا عن العظماء زي طه حسين او نجيب محفوظ، بس نجيب محفوظ ما كانش كفيف يعني. وفي الواقع الناس دي مش واخدين حقهم. في يوم في اليابان اسمه تخليدا لمن ايقظ ضمير اليابان، ده بسبب كفيفة ماتت لعدم تجهيز محطة المترو للمكفوفين في اليابان. فرق كبير للأسف. فول وفلافل بيقول الناس دي كفحت كتير قوي، دول مثل اعلى للناس اللي بتشوفوا قاعدين اهاليهم يصرفوا عليهم ويقولوا مش لاقيين شغل. استمر ربنا معاكم. عبد الرب يقول ان الحلقة دي طاقة ايجابية وحلقة من نوع خاص. بارك الله في الجميع وبارك الله فيك.
دكتور صبر، نعم. في رحلتك كانت اصعب محطه واجهتك ايه؟ اصعب محطه حضرتك ان انا بعد ما كف بصري اجتمع بعض افراد العائله بين ان انا اسافر القاهره عشان اتعلم ولا يشغلوني في الجامع اذل للناس واصلي بالناس. كنت اهتميت القران وانا في سته ابتدائي في كتاب القريه هناك، نعم، على يد ابن عمي رحمه الله المرحوم رمضان ابراهيم جابر. فقال لك طب هيسافروا فين يا ابو جمال؟ على والدي. هتوديه فين؟ مصر. وتجيبه ومين يوديه ومين يجيبه ومين هيكون مفرغ لرعايته وسفره وعودته؟ فانا حنيت وبكيت، يعني بكيت يعني اول مره احس بلحظه مش معقول يعني ان انا هكون هتركني على جنب كده واتعامل زي بعض المكفوفين اللي في الارياف، ايه انهم بيعاملوهم على انهم ناس بركه، يلتمسوا بس منهم البركه. يطبطب عليك ويقول له ادعي لنا مولانا وخلاص. بس ده في الحاله دي كمان لو ناس اهل دين واهل طيبه ومحبه زي حضرتك، لكن لو ناس ثانيه تتهكم عليه وتسخر منه وخليك قاعد في مطرحك وانت بتتدخل بالكلام ليه وحاجات كده. السينما كمان والاعلام ساهم في رسم الصوره دي شويه. الصوره السيئه. الكفيف دمه خفيف، انه الصوره السلبيه، ابن نكته، انه حاجات كده بس ملوش دور في الحياه بجد. انه درويش، انه فقي بس بتاع مقابر، مياتم ومقابر والعياذ بالله مثلا. فالمهم لا انا بكيت، فابويا حن علي قوي، يعني حسيت فعلا بالابوه هنا من ناحيه والدي يعني تجاه هنا. قال لي يا صبر والله يا ابني اللي خليك تكمل تعليمك حتى لو ابيع عليك الجلابيه. والله سخير كلمه دي لن انساها في حياتي، وهي اللي وصلتني لدرجه الدكتوراه اللي انا فيها دلوقتي. مش عشان عايز ابقى دكتور، عشان عايز اوفي برساله والدي رحمه الله. والدك لما خدت الدكتوراه عمل ايه؟ الله يرحمه، متوفى الله يرحمه من 2003. بس انا واثق وكل يقين في الله ان انا بهدي ثواب واجر كل ما بذلت من جهد، كل ما قضيت وعانيت من ايام صعبه وسنوات اجاف لروح والدي رحمه الله وروح والدتي. وانا متاكد وكل احنا بنعرض صورك دلوقتي وانت مع المحافظ وانت بتتكرم وانت بتاخد الدكتوراه. الحقيقه انا شخصيا بهدي النجاح لكل المصريين. شايف ان نجاحك واقف لكده ولا عندك دور تجاهي؟ ده انا لسه في سنه اولى نجاح. انا قدامي هموم كتيره في التوعيه، في نشر الوعي المستنير، في تجديد الخطاب وثقافه الحوار، في حاجات كتيره يا استاذ خير، في تصحيح مضمون الصوره والرساله الاعلاميه والصوره الذهنيه والنمطيه المتاخده. انت بتشوف الاعلام ازاي؟ يعني بتقعد تتابع البرامج وتسمعها كده وتحلل وتستطيع انك تشعر بمقدم برنامج طبعًا. وانت بتتابع جرايد، بتهتم بكتاب وشايف مين طبعًا. الكاتب اللي انت مهتم بيه وكده. طبعا يا فندم. بحكم دراسته وبحكم انتمائاتي للاعلام من زمن طويل، يعني من 92. انا اول هديه جابها لي والدي الله يرحمه كان راديو ترانزستور صغير كده. يعني كنت راديو ترانزستور كان جابه لي بس تابع النشرات والدراما والبرامج الاذاعيه. كنت يعني بتابع بيه كل حاجه بدري، ما كانش حتى لسه عندنا كهرباء في القريه. نعم. فده اللي انا بحمله على عاتقي وفي رقبتي الى يوم الدين، تصحيح الصوره الاعلاميه والمضمون الرساله الاعلاميه نفسه. حاجه نشر الوعي، التثقيف بحقوق المواطنين والفئات المهمشه نقدر نقول، او الفئات المحتاجه زي ما قلت في بدايه كلامي قبل كده، المراه ومتحدي الاعاقه والشباب والمسنين، كلها دي فئات محتاجه رعايه من نوع خاص، محتاجه تقدير خاص. واعتقد ان سياده الرئيس اكثر الناس تقديرا لاحتياجات وهموم المواطنين. نعم. طيب عباس. يا استاذ خيري. كلمني عن محطة في حياتك تحب تقف قدامها وبتشوف انها فاصلة. مش عايز اقف قدام قدرتك على العمل في مهنة صعبة وكيف تجاوزت ذلك. عايز المسألة لا انا عندي تحديين، يعني نقطتين تحدي سرعة وهي ومهمين وبيقولوا رسالة معينة، وهي ان احنا بايدينا ما نقفش عند شغلانة معينة يشتغل ليها الكفيف تبقى بس هي الكفيف. لا، احنا ممكن اي شغلانه، اي صنعه، اي حاجه نقدر ناهلها او يعني نظبط بعض امكانيات، نضيف ليها بعض حاجات علشان يبقى الكفيف ليه دور فيها زيه زي اي حد تاني. وهو ان احنا كان في طبقنا تجربه كانت موجوده في هولندا وسويسرا، وهو كان في مطعم في هولندا وسويسرا اسمه البقره العمياء، وده كان بيعمل دينر ان ذا دارك للناس اللي حابه تاكل في الضلمه. وده احنا عملناه مرتين، مره كان في برج القاهره ومره تانية كان في احد فنادق القاهره، وكان حضروا بعض نجوم المجتمع زي الفنانه يسرى والفنان احمد عز وكان فنانه سيمون وتامر هجرس وحاجات كده. كنا بنجيب مجموعه من الضيوف مع مجموعه
أطفال مكفوفين في مكان ضلمة جدا جدا يتعايشوا مع الطلبة المكفوفين، هم هيقرأ لهم المنيو الموجود، وأنا كان بدوري أن أنا ببدأ أخد الضيف اللي موجود معايا بالطفل، كنا ونقعدهم جنب بعض وأبدأ أنزل لهم الطلبات، هم يتعاملوا ويحصل نوع من أنواع النقاش في حوالي مثلا ساعة ونص ساعتين على حسب ما الوقت هم بياخد، وبيطلع الضيف بعد كده بيحكي قصة ورسالة ومضمون. واحنا انا كان هدفي انا ومجموعه الشباب اللي كنا بنعمل الموضوع ده ان هو مش القصه مش في الساعه ولا الساعه ونص اللي هم قعدوهم مع الاطفال قد ما هي قصه في ان احنا ممكن نعمل ايه. نعم. دي كانت نقطه فارقه جدا في طبعًا. حياتي. النقطه الثانيه ان انا احد اقاربي عنده محل احذيه وكنت متواجد معاه في وقت كان فيه شويه زحمه، فأردت ان انا اساعده. طب ازاي؟ قلت له انا ممكن اقف لك على الدرج، هو كاشير. أيوة. هو مش هقول لك ان هو يعني اقتنع بسهوله بالفكره، لا طبعا، بس هو كان عنده شغف ان هو يشوف الموضوع ده يمشي ازاي. فبدات اقسم الدرج اجزاء، جزء عشرات، جزء خمسات، جزء عشرينات، بشكل معين اتحط بوضع معين ان انا ما يتلخبطوش مني في وسط الزحمه. وجبت مشابيك الدبابيس المشبك وبدات احط فيها الفئات الاعلى اللي هي اقل استخداما ما بتيجي تبيع او تشتري، اللي هي الخمسينات والميات والمتينات، وحطيتها في جزء بعيد شويه في الدرج برضو. وبدات اتعامل في الاول مع السيلز، مع الراجل اللي بيبيع مش مع المشتري، لان ممكن المشتري مع كلنا برضو النفوس، وشاف واحد قدامك كفيف بياخد منك فلوس ويديك فلوس ممكن يحصل نوع من انواع الايه اللخبطه او حاجه، او ممكن هو يغلط ويديك المبلغ اقل او اكتر او كده. تمام. يعني فكنت بتعامل في بداية الأمر مع البياع اللي شغال معايا في المحل، يجيني يديني مثلا أي الفئة 100 250 أيا كان، ويقول لي مثلا هات 15 هات 20 هات 30، وأنا بإيدي أحط الفئة بسرعة. هي كانت بتبقى بس محتاجة سرعة شوية على أساس إن أنا أقدر أحسسه إن مفيش فرق بيني وبين أي حد كان ممكن يقف على الموضوع ده. الموضوع ده عملته يعني الحمد لله أكتر من 4-5 سنين، والحمد لله الموضوع يعني مش بعمله بشكل دايم، هو بشكل موسمي زي ما بيقول، يعني في الوقت الزحمه زي ما بيقولوا، لان هو المحل ما يستحملش ان الموضوع بشتغل فيه بشكل دايم. بس ده خلق فرصه للناس ان انا اهو انا اقدر اعتمد على كفيف مثلا ان هو اشتغل كاشير، ادي وظيفه جديده احنا ممكن نعملها. بس هي القصه برضو زي ما قلت حضرتك ان الناس تقتنع، الناس ما هي ما الناس ما عندهاش حتى فرصة ان هم يقتنعوا. يعني انت حضرتك صحيح. لما جيت برضو اشتغل شوية في الاعلام ومع الاعلامي طارق علام، كان عنده اذاعة الانترنت اسمها راديو شبابنا، اشتغل حوالي من 2010 لحد اواخر 2012، واتدربت على ايد اعلاميين كبار في الاذاعة. بدأت ادور طب ليه انا ما اطلعش مثلا في قنوات واعمل برنامج، مش شرط ابقى لوحدي بقى وابقى نجم زي ما بيقول الناس بتعمل، بس انك انت تبقى زيك زي اي حد يعني لوحدك ونجم. بس قاعد يقول لك اصل انت ومن ناس يعني الغريبه بقى ان يعني اللي الناس اللي رفضتك هم الناس اللي اتعاملوا معاك وكانوا بيحسسوك ان هم انت ياما هنا ياما هناك، للاسف بدون ذكر اسامي بس عشان ما بقاش فيها احراج يعني. ودي كانت انا بشوفها بالنسبه لي صدمه، انك انت معايا انت حبيبي وانت ده انت تقدر تعمل وتساوي، طب ما تساعدني في كده، اصلي انت عارف الناس ومش هيصدقوا ان في واحد كفيف بيعمل كذا. هو ده فعلا يعني الصدمه افتكر اللي ممكن اي حد فينا بياخدها، انك انت بتتعامل معايا بشكل ما ظاهري وما نيجي اطلب منك خدمه في مجالك مثلا او تيجي تقول لي ايه اصلي مش هقدر عشان الناس تفكيرها كده. ما انت لو تفكيرك غير الناس هتقدر تقنع الناس. صحيح. بشهرتك بنجوميتك بكله يعني. مش قوي برضو يا فيها جزء في المجتمع ومحمد نجرب ممكن. يا دكتور يعني بص عارف حضرتك يا خيري هي المشكله، طب ليه ما نجربش؟ هنخسر ايه؟ بالعكس انا افتكر ان ايه يعني بلغه المعلنين يعني افتكر ان ما يبقى في مذيع كفيف ده براند كويس ممكن نقدر نشتغل عليه، على موضوع قوي ممكن برضو يتدبر. يعني قصدي ان الفكره مش صعبه ولا هي صعبه ولا هي مستحيله. في مبادره حصلت من السيد محافظ المنيا انه كلمني رئيس قناه الصعيد مشكور يعني كويس في لتقديم برنامج اسبوعي لمده ساعه على الهواء يتناول قضايا متحدي الاعاقه. طب ده جميل اهو في مبادره يعني في قرار ان شاء الله. محمد
اتفضل اللي انا اسف اتفضل اذا كنت عايز تكمل حاجه عباس. لا خالص انا بقول لحضرتك هي بقى هي كده ان حد انك تبقى عندك مقتنع انك تجرب. وانا بقول لحد انا بقول لكش شغلني عشان انا ما بشوفش، لا انا بقول لك شغلني عشان انا اقدر اعمل كده، جربني لقيت ينفع اقول لك شغل. يعني برضه استخيري في ينفع اقول لي لا ما تحطم اراده البني ادم ازاي؟ في واحد بيحطم اراده اللي قدامه ان هو يبقى عايز يعمل حاجه وهو يعجزه عن عملها وبيحسسه بعجزه، ما يدوش الفرصه هو لتاخد ما ادروش الفرصه. محمد تبدو انك فيلسوف القعده، ما اعرفش ليه يعني جاي لي هذا الانطباع. جايز انت يعني ما قلتش ما انا بسمع للكل وبعد كده انا بتكلم. ايوه لكن هيكرر هو فيك ملمح كده الفلاسفه والمفكرين وان الحكمه اتيه لا ريب، فاحنا قاعدين نستنى الحكمه، فعايز احط ايدي معاك. انت شايلتيني مسؤوليه. نعم شايلتيني مسؤوليه الحوار كله. اه تصدق طبعا يعني معانا عالم زي الدكتور ومعانا حكيم فيلسوف. قول لي هو انا انت ممكن توجه رسائل ايه لهذا المجتمع وتحس انه محتاج يتهز ويبص للكفيف بنظره اخرى وتقول لهذه الدوله وما يبقاش مجرد كلام؟ لان انا كمان مش عايز اكون بقول كلام من الظاهر وانا بقول هم يعني المفتاحين عارفين يشتغلوا، هم يعني المفتاحين عارفين يشتغلوا مذيعين. انا بقول لك ما قد يدور في ذهن البعض طبعا. كويس قوي يجب يتوفر لهم وظائف، لكن ما يعني انتوا شايفين حال البلد ما كله ملطش يعني فبتتكلم عنه؟ هو احنا لاقيين مكان للمشال عاديين؟ ما انتوا زيكم زي الناس. هتقول لي في مشاة ومنزل ومطلع ومترو وعربيه، فلا الدوله قادره تعمل ده ولا المجتمع عنده هذا الفكر او الخيال عشان يصدم نفسه انه بيرتكب جرم في حق جزء من الشعب. وقول اديتك الميكروفون. طيب هو في البدايه يعني ما هو الفكره برضو انا عشان احمل الدوله كل شيء، طب ما هو المجتمع ده جزء من الدوله. تمام يعني بقيت يعني طوائف الشعب ما هي جزء من البلد. فالفكره انا لو بدات حتى هبدا يعني بالحاجه القليله او ان انا مثلا هبدا باللي انا اقدر عليه وبعد كده هتوجه للبلد والحكومه والدوله وكل المؤسسات المختصه. فلو بدات ممكن هبدا بينا احنا كمكفوفين. حلو. المكفوفين ليهم دور وهو اصلا ده الدور الرئيسي اللي يعني اللي هي تحسين صورتهم داخل المجتمع. تمام. يحاربوا ما بثه الاعلام القديم وما بثته الدراما، يمكن انت حضرتك ذكرتها والساده الضيوف ذكروها قبل الفاصل ان الدراما للاسف سوقت الصوره. وحتى وان كانت بتناقش القضايا بشكل فيه نوع من الكوميديا بس هي ما وصلتش رساله للناس. نعم هي وصلت رساله معكوسه بس هي كوميديا ساخره زينا على اللزوم برضه. طبعا طبعا. فاحنا دورنا هنا كمكفوفين هو تحسين صورتنا احنا داخل المجتمع. وكلمه التحدي اللي هي اللي دايما بتلازم كل كفيف او كل معاق او كل صاحب اراده لازم دايما كلمه التحدي دي موجوده وسام على صدره وعلى وجهه. انت متحدي، فمتحدي دي معنى ذلك انك ما تقفش وما تسكتش وما تقعدش في بيتك ولازم تتحرك وتتحرر من كل شيء. انت قعدتك دي فيها في حد ذاتها ده قيد انت اللي فرضته على نفسك. لان قصاد ان انت قاعد مقيد في بيتك في مكفوفين وفي اصحاب اراده ومعوقين بيعملوا يعني زي بالمثل البلدي كده بينحتوا في الصخر. فكل يحاول ان هو يتحرك يخرج بره بيته يعني لان هم قاعدين في دايره مغلقه. انما لو خرجوا بره الدايره دي وفرضوا نفسهم على المجتمع، يعني حضرتك ركز معايا في كلمه فرضوا نفسهم على المجتمع. ليه؟ لان احنا جزء من المجتمع. انا دايما في اي برنامج حواري بطلعه بقول احنا جزء من المجتمع، يعني ما احناش فئه، يعني ما يعني مش هنقول مثلا دول ذوي احتياجات خاصه او دول ذوي قدرات او دول مثلا اصحاب احتياجات. يعني كلمه سيئه جدا قلت اصحاب احتياجات دي او صاحب حاجه او ده محتاج، واخد بالك؟ دي لا، انت محتاج اه بس مش محتاج بالمعنى اللي المجتمع فرضه عليك. صحيح. انت محتاج انك تشتغل، محتاج انك تتجوز، محتاج انك تخلف، محتاج انك تبقى ليك مثلا يعني زي الاستاذ سيد صاحب يعني شغال في ورشه، وليه ما يكونش هو صاحب الورشه؟ ده مثل، خد بال حضرتك. ليه ما يكونش مثلا زي اخ عباس يفتح له معمل ده بقى او اكاديميه صغيره كده يبدا هو يجيب اساتذه متخصصين في كل المجالات اللي بيحتاجها الكفيف. هات فلوس
ويشتغل. ما هو الدعم بقى، ما احنا انا بقول لحضرتك احنا هنبدا واحده واحده. حلو الخيال ده شغال. لا احنا بنبدا زي ما قلت لحضرتك واحده واحده. تمام. بنبدا بينا احنا شخصيا. انا كل ده الى الان لسه ما تطرقتش لدور المجتمع ثم دور الدوله. تمام. فالبدايه مننا احنا، البدايه مننا هي لازم اللي لازم هي البدايه اللي تجبر المجتمع على التعامل معنا. يعني انا عايز الكفيف لما يخرج الشارع عشان يمشي ويجي يقف عشان يدور على حد يعديه مش هيلاقي. تمام؟ ده صحيح. انا ما يعني بصرف النظر عن ظروف الدوله بقى او ظروف البلد اللي هي فيها في الوقت الحالي او ما كانت قبل ذلك. الماشي في الشارع بس خير ما تغيرش، بل للاسف هو يعني ازداد سوء. هو كان اسوأ فبقى اسوأ، ما اسوأ مما قبل يعني. فيعني انا عشان اطور بقى فكره المشي في الشارع دي لازم انا شخصيا اتطور، اتعلم ازاي امشي اصلا في الشارع. لان المشي في الشارع ده ليه قواعد وليه اصول. الكفيف نفسه لازم يتعلمها، لازم يتعلم ازاي يمشي في الشارع، لازم يتعلم ازاي يتعامل مع المجتمع، مع الناس اللي موجوده حواليه، مع البيئه اللي هو اتربى فيها. تمام. فانا عشان اطالب المجتمع واطالب الدوله لازم اشوف انا ايه اللي عليا اصلا الاول. وده الفرق، ان احنا نقعد في اماكن زي ما انت قلت اماكن شعبيه بتلاقي الناس اوريدي عندها بساطه وقابليه انك انت تتعامل معهم بشكل كويس. دورنا بقى ان احنا ننقل الصوره من المنطقه الشعبيه للمناطق الارقى فالارقى فالارقى حتى تصل للمؤسسات، حتى تصل للدوله. تمام. كلام كويس. طيب اكمل؟ طبعا. طيب انت سايق زي الفل، ربنا يبارك فيك. انا مش عايز حد بس متحوت يعني بس. لا مش عايز يعني اخد اكتر من من, من دور يعني. فالفكره في الموضوع بعد ما الكفيف بقى او المعاق بصفه يعني كل الفئات بقى وسخير كل الطوائف مش المكفين بس يتحركوا ويعملوا المطلوب منهم، نبدا بقى ندور على دور المجتمع. المجتمع بقى له دور الشعب. ايوه. دور بقى المجتمع المدني بقى وموضوع بقى الجمعيات الاهليه ده اللي هو بقى يعني لا حصر له، وموضوع الحقيقه يرسى له بكل المقاييس. يعني الجمعيات الاهليه دي انا يعني انا بوجه رساله من خلال حضرتك كده ان ده 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 دي دي لازم تحارب. لازم تحارب مش تدعم. الحقيقه في بعضها كويس يعني. الجمعيات الاهليه لازم رقابه من وزاره التضامن اللي مش كويسين. لا 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 ماشي انا بقول لحضرتك بس الغالبيه العامه او الغالبيه العظمى اللي انت احتكيت بيها. الغالبيه العظمى صدقني انا دي حقيقه، مش شرط ان انا اكون احتكيت بالكل، بس الغالبيه العظمى لازم تحارب، لازم تعاقب او يكون لوزاره التضامن دور رقابي، مش دور معنى، مش دور دعم بقى ان انا اديها فلوس واقول لها ما اعرفش انت بتعمل ايه بالفلوس دي. لا، لازم الجمعيات دي تتناقش من بدايه ما بتاخد اول تبرع، او هي اصلا اهداف الجمعيه دي كانت ايه عشان تفتح، وايه اللي قدمته للمكفوفين. تمام. خد بال حضرتك. طب الجمعيات الاهليه ايه؟ الجمعيات الاهليه ده من ده من دي من ضمن دور المجتمع المدني. المجتمع المدني برضو جوه الشارع او في بدايه، لا يعني عشان برضو اخدها بالتدريج كده، التعليم. التعليم ان انا احط في المناهج التعليميه بدايه من الاطفال في المرحله الابتدائيه ازاي يا ابني لو قابلت شخص كفيف او شخص مثلا معوق حركيا او كده ازاي تتعامل معاه. مش مثلا يبقى الكفيف ماشي في الشارع وتلاقي الطفل بيقول للطفل اللي زيه ده راجل اعمى ماشي اهو، او مثلا الراجل الكفيف يجي جنبك مثلا وما يسمعكش صوته او ما يقولكش ان هو قدامك، او انت ممكن تكون متجه ناحيه حفره او ناحيه شيء هتصطدم بيه يمشي من جنبك عادي، ويبقى تلاقيه ماشي جنبك كده كانه هوا، لا كانه هو عايز يتفرج، عايز يشوفك هتعمل ايه. واخد بال حضرتك؟ فرجة يا دكتور صابر. انا بتكلم عن المساوئ اللي موجوده في المجتمع. نعم. انا لو همدح في المجتمع يبقى مش هطلب حاجه من المجتمع. اتفضل. لا بالعكس، وانا عايزك تكمل في نقد المجتمع. تمام. فانا عشان اوجه زي ما قلت حركة التعليم، يبقى هنبتدي بالتعليم. بالتعليم. فالتعليم لازم في المناهج في دروس القراءة اللغة العربية، لان دي المادة الوحيدة اللي مقررة على الكل. صح. تمام. مفيش واحد في مصر ما بيتعلمش اللغة العربية. حتى في مدارس اللغات اعتقد بياخدوا لغة عربية. مفيش حد ما بياخدش لغة عربية. تمام. دروس كده في القراءة كيفية التعامل. واداب بقى فصول الدمج. بالظبط. تمام. دي في البداية. زي ما قال الأستاذ عباس، الدمج. الدمج ده أنا تجربة الدمج دي، أنا أختي كفيفة مرت بالتجربة دي على فكرة، إنها اتعلمت داخل مدارس مبصرين وهي كفيفة. كوي. بداية من المرحلة الابتدائية لحد مرحلة الثانوية العامة. الفرق بقى بينها وبين أي كفيف تاني عادي داخل جوه مدارس المكفوفين واتقفل عليه الباب في القسم الداخلي
ان هو اتغلق عليه المجتمع تماما. بيعرف المجتمع منين؟ من خلال الراديو ترانزستور الصغير، او من خلال الدروس اللي بيتعلمها، او من خلال اليوم اللي بيروح فيه بس بيته الخميس او الجمعه وبيرجع تاني مدرسه يوم السبت. انا بتفق مع حضرتك في الراي ده يا استاذ محمد على فكره. تمام. فلما انا بقى رايك حالا، لما انا بقى اوفر بقى تجربه الدمج دي او اعممها بقى في العديد من المدارس، وابدا بقى بالمدارس الحكوميه. ليه؟ لان مدارس القطاع الخاص في منها اللي بيرضى وفي منها اللي بيرفض رفض بات، واللي بيرضى ده بيكون تفضل علينا. تمام؟ تمام. انما انا لو طبقتها في المدارس الحكوميه دي اجبار، وده الزام. فلما يبقى جوه الفصل واحد او اتنين او ثلاثه من اصل 30، خد بال حضرتك، ده كمان هيفيدهم في التعليم في دروس القرار كمان اللي انا بقولها، لان هنا انا حطيت لك درس اهو ازاي تتعامل مع الكفيف او مع المعاق، وانت جنبك اصلا حد كفيف وبقى صاحبك وعندك تبص عمليه. هطبق مع الدرس بقى عملي. ايوه هطبق مع الدرس. تمام. عملي. التعليم ده طبعا لما النشأ يطلع على كده ويطلع فاهم كده، اكيد انا كده بربي جيل فاهم ومتعاون مع الحالات اللي موجوده قدامه. ده دور، ده برضو دور من ادوار المجتمع المدني. تمام. المجتمع المدني برضو دور في المؤسسات اللي هو اللي كفيف اصلا بيروح عشان يتعلم فيها، سواء كان بقى يتعلم فيها كمبيوتر او يتعلم فيها مهنه او كورس او لغه او ايا كان الاداء التعليمي بتاعه. يعني فكره ان كل ذيعه جبار دي فكره مش مظبوطه، لان الشخص الكفيف او المعاق هو عنده قدرات عقليه، بمعنى انه زيه زي العادي على فكره، زي العادي بالظبط، يعني انا زي حضرتك زي اي انسان قاعد جنبي. بس عندك فكره جبار هنا، لا انت عندك قدره على التركيز اكتر مني. لا هي الفكره حضرتك في حاجه، انت تركيزك متوزع في عده حسيس، لا في عده حواس طبعا، يعني حواسك انت السمع البصر الشم. انا ممكن يكون الفكره هنا ان احساس التركيز عندي في البصر مش موجود، فتحط فين؟ في اي بقى حاسه تانية من الحواس عندي بقى، استخدمها في السمع، استخدمها في التركيز في ايدي، ان انا اقدر المس الشيء اعرفه. فهي القوه هنا ان انما ربنا لما حط القدره العقليه لكل البشر، يعني دي طبقت عليها الايه اللي هي وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، في فكره ان انا قدراتي العقليه زي اي حد، ولكن هي بتختلف. في انسان ذكي وفي انسان اقل ذكاء وفي انسان اقل فاقل فاقل، يعني مش كل المكفوفين اذكياء ومش كل المعاقين جبابره او اصحاب قدرات خارقه. صحيح. في مننا العادي وفي مننا اللي هو يعني انا في اشطر مني بكتير وكتير وكتير، فمش شرط انا بس اللي ابقى شاطر يبقى كل، لا في مننا بيطلع من الاوائل وفي مننا بيطلع من الدرجات العاديه او درجه الدنيا. تمام. فالتعامل يكون مش انت، لا ده انت بسم الله ما شاء الله، ده انت عديد، لا ده انت خارق، انت جبار. ولا المبالغه في الاطراء، دي مبالغه بتكون جارحه احيانا. بالظبط. دي مبالغه، او كمان بتفقده نوع من الثقه في نفسه لما يجي يخرج بره الاطار اللي هو فيه ده، هيجي يتعامل بقى مع البشر العادي، هيتعاملوا معاه لانه عادي برضه، لان هو بيفرض عليك برضه نوعيه اسئله غريبه، انك ازاي بتاكل وانك ازاي بتمشي وانك ازاي اسئله حاجات. ده صحيح. انا واجهت طيب الاسئله. لو خلصنا معلش يا استاذ خيال، انا شغلانتي دي ناس كتير بتستعجب عليها. ازاي بيشتغل ازاي؟ ما انت بتشتغل في حاجه صعبه برضه، يعني عندك قدرات كتير بس انت موهوب في ده، بدليل ان هتجد كام واحد كفيف البصر بيشتغل الشغلانه دي. ونعم بالله. فانت عندك قدرات ربنا انعم عليك، وطبعا افادك ان كان لديك خبره سابقه، فعندك ملمس الاشياء موجود. مش كده برضو؟ ايوه. بس انا ممكن اسال سؤال استاذ خير بعد اذنك؟ هو هل يعني الموضوع، يعني موضوع ان حد يبقى عفشاجي ده، هل يا سيد صعب ان اي حد يبقى كفيف بقى اوريدي كفيف، هو مش حد مثلا كان بيشوف وكف بصره يتعلمها؟ لا هي صعبه، مش عشان شغال مستحيلة. فيها مستحيله، لا هي صعبه. تمام. يبقى اذا احنا بنخلق بتواجد ناس، كل الناس فرص مختلفه زي ما حضرتك بتقول يا استاذ خيري، فرص عمل جديد مع اماكن زي ما محمد بيقول الناس تتعلم فيها. يبقى انا والله اذا كان عنده الموهبه دي، يعني انا اقصد برضه ان انا ما اروحش ادور على الصعبه قوي اللي هتاخد وقت قوي على مختلف إن أنا مختلف، يعني هو نموذج، انا ما بقولش هو ده طبعا، بس هو نموذج انه ناجح فيه. المؤسسات دي يا استاذ خيري اللي انا كنت بتكلم عنها دي بيسموها مؤسسات تاهيل. التاهيل دي ان هي بتاهل، او يعني فيما هم بيذكروا يعني او ما يسمونه بالتاهيل، ان هم بيأهلوا الكفيف او الشخص صاحب القدرات الخاصه من وجهه نظرهم برضو، بيأهلوه عشان يطلع زيه زي اي حد في المجتمع، مع انه في الاخر ما بياخدش الفرصه.
تمام عشان تروح حضرتك عارف يعني. طيب هناخد بقى دور الاعلام وده الدور اللي حضرتك بتقوم بيه دلوقتي. وانا الحقيقه في الفتره اللي فاتت دي يمكن الوجيزه اللي فاتت دي انا شايف دور حلو للاعلام في الفتره الحاليه. طب كويس قوي يعني. لا ده دور موجود وده دور ايجابي انا لازم اتكلم عنه الحقيقه. انا مش هقعد اتكلم عن سلبيات. تمام. انا بتكلم برضو الاعلام أنا شايفك في دايما بتدور على الايجابيات وده شيء في جميل قوي. في الوقت الحالي في ايجابيات في الاعلام. انا امبارح لو تسمحوا لي برضو في استاذ ابراهيم حجازي استضاف مجموعه من المكفوفين بيلعبوا كره قدم. مكفوفين كره قدم مكفوفين. الحقيقه الراجل قعد معاهم في الحوار فتره طويله والحوار كان شيق. ده دور برضو الحقيقه الاعلام. ويمكن من خلال برنامج حضرتك انا بدور على برامج كتير وعلى قنوات كتير تبدا تتبنى الفكره وتستضيف. يمكن لو كل اسبوع فعلا حلقه مع ناس تانية ومع ناس مختلفة وكل أسبوع جبت ناس وناس وناس وحبيت وشرحت للمجتمع وعرفت الناس دي هم إيه وبيعملوا إيه وبيشتغلوا إيه وعايزين إيه في خلال فترة قريبة هنحاول نعمل إلى حد ما تغيير ونحاول نكشف الناس دي فعلا في المجتمع ونخرجهم برا الإطار المغرق اللي هم عايشين فيه. وهيبقى في قابلية من الناس تسمع. هناء شوفي مسك الختام إزاي. لازم تبقى أنسة زيك. ربنا يخليك. قولي لنا كبنت ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهك اللي عايزه تقولي للناس كده غلط؟ يعني هو مشاكل كتير جدا الحقيقه وخاصه ان انت لما بتركب مترو الانفاق يعني ممكن جدا انا اكون في وسط الزحمه وناس بتزقك يعني هتشدك توقعك تحت ودي يعني مثلا انا ممكن اقول لها طب لو سمحتي حضرتك حاسبي او معلش خذي جنب تقول لي يعني ما حضرتك تفتحي ما تبصي قدامك اقول لها طب يا فندم معلش يا فندم انا يعني بس استاذنك ده حاسبي فما فيش ذوق الحقيقه. وبعدين حتى يعني اضعف الايمان بيخلوك حتى ان انت غصب عنك حد بيزقك او حد هيوقعك ان انت هتضطر تعمل ده. فانا نفسي الناس تعامل المكفوفين معامله احسن من كده لان بيتقال حاجات كتير جدا يا استاذ خيري يعني بتضايق الانسان يعني الحقيقه. لما تقول لك طب لما انت كفيف بتركب المترو ليه يعني دي حاجات قالت لي كده؟ قالت لي بصراحه. هو ده ناتج بقى لدور الوعي اللي انا كنت بتكلم عنه. مش فاهمه او مش فاهم مفيش بقى مفيش اصلا حد بيوعي مفيش. وانت ايه اللي مشاكل بالشكل ده عندي وازاي اهلك يسيبوكي هما يعني فبيتقال حاجات كده بس دي بتبقى حاجات عفويه على فكره. ماشي بس حضرتك بيتقال هي لا هي بتقال بس هي بتخرج من بق الناس عفويه صحيح. يبقى فيها نوع من الشفقه بقى والعطف. تحلمي بايه؟ نفسك في ايه؟ والله انا نفسي ان احنا يعني انا بصراحه ما بحبش كلمه ذوي الاحتياجات الخاصه الحقيقه يعني دي حاجه. ايه التعبير اللي تحبيه؟ يعني نقول يعني اصحاب القدرات الخاصه وليست ذوي الاحتياجات الخاصه. اصحاب القدرات الخاصه. رغم ان انا نفيت الكلمه دي على ماشي بس على الاقل يعني ما تبقاش ذوي الاحتياجات الخاصه. هي وجهات نظر ما احنا متنوعين احنا بشر يعني. ايوه طبعا صح. انا بشكركم جدا يعني تنورتوني وسعدت بلقائكم النهارده وهي بدايه واعدكم بان من فتره الى اخرى يكون لدينا موضوع متعلق بده ونتمنى ان الساده المسؤولين يكونوا سامعيننا ووزير التربيه والتعليم يكون سامعنا ويشوف ازاي ده ممكن يتحط في المناهج لان جزء كبير من حياتنا. ان انا حلمي ان انا اشتغل في الجامعه عشان اقدر اوعي الطلاب واخرج اعلاميين قادرين على الكتابه والتعبير عن المتحدي الاعاق دي امنيتي برضه. ده يعني نتمنى ان يحدث ذلك ونلاقيك في الجامعه جامعه المنيا. نتمنى ان شاء الله. نتمنى. انت واخد دكتوراه من المنيا؟ لا من جامعه القاهره. القاهره كمان؟ نعم. طب والمنيا الطول بس ده كويس قوي. واخد دكتوراه من كليه الاعلام جامعه القاهره والماجستير برضه كاول توصيه واول دكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف الاولى ما شاء الله. وعايد دورات في الكمبيوتر وفي كل شيء يعني. على فكره بس خير احنا نسينا كلمه او نسينا نتكلم عن موضوع قانون ال 5% يمكن حضرتك. ايوه لسه كنت عايز اقول في بدايه الموضوع ده لسه احنا حاجات كتير بس خير معلش في الموضوع ما احنا اطرح فكره التامين وفكره التوظيف هو ده ليه علاقه يعني عايز تقول فيها حاجه محدده؟ لو تسمح لي اتفضل. احنا الوقت يسمح ولا هو الوقت خلص من زمان؟ ادينا الوقت خلص لنا بس يعني بس ما ينفعش 10 دقايق تاني لو امكن؟ لا 10 دقايق لا صعب. طيب هنحاول نختصر حلقه جايه يا استاذ خيري يعدنا بحلقه جايه
مش شرط معانا احنا معانا قانون 5% ده يا استاذ خيري، ده قانون محتاج مناقشه طويله واتمنى كمان في حضور حد من المسؤولين. طب ليه الجمله؟ قول لي جمله العنوان. القانون للاسف مش متفعل والغرامه بتكون 100 جنيه على صاحب الشركه. ده اللي احنا عايزين نقوله بس أيه. خلاص ما انت كده لميت المساله. بس فانا بقول لحضرتك القانون مش موجود. لا لا مش موجود خالص تمام. يعني انا اقول لحضرتك ان انا هو مثلا هو موجود لك ما بيتعملش بيه يا استاذ خالد. مش متفعل كده، ما خلاص يعني تتحط قانون وبعدين وتخيل حضرتك ان القانون ده بيلغي يعني بيعفي صاحب الشركه من ضرائب بالملايين في السنه، ورغم ان الرواتب اللي بيدفعها للموجودين عنده اللي هم 5% ان كان عدد بقى الموظفين ما يعملش حاجه. 400 جنيه في ناس بتبقى 300 جنيه و400 جنيه وناس معاها لسانسات وقصادها في ناس معاها دبلومات احيانا بيعينهم وما يشغلهمش يقعدوا في البيت. ما هو قاعد في البيت بياخد 300 400 جنيه معلش 300 جنيه شكلا عشان يسدد النسبه بس، وده شيء مهم جدا. ولو ما نفذش الراتب دوت بياخد غرامه 100 جنيه. طيب قولي لي الحاجه، ما انا كنت قاعده اتحايل عليكي تتكلمي لما مشيت الكلام. لا والله ما اتكلم والله. بس في حاجه برضو يعني موضوع الكارنيه بتاع المواصلات يعني حاليا هو بيمشي في المترو فقط، ولكن في مثلا لا ما بيمشيش حتى في القطار. يعني للاسف انا كنت بركب قطار المنيا يقول لي انت نص والمرافق اللي معاك نص، كان الاول نص تذكره فقط للمرافق، واحنا لا دلوقتي حاليا الكارنيه لم يفعل وللاسف وزاره التضامن بتعمله لنا كده يعني حاجه وخلاص، لكن لم يفعل للاسف. لا طب وزاره التضامن يا رب تبقى معانا وزاره الاعلام عندها. انا بشكركم جدا ونورتوني وسعدت بلقائكم. و سيدنا مصطفى عطف هتسمعنا ايه كده قبل ما يجي الشيخ اسامه يسلم عليكم؟ الدكتور اسامه مصر انه يجي يسلم عليكم، وهو رجل بكرمه رفع عني انا حرج وتصرف خطا. اتفضل. اولا القصيده اللي قلتها في الاول دي جزء من قصيده المولانا سيدنا الدكتور اسامه. الدكتور اسامه الله اكبر. قصيده سيدنا. وبس عايز اقول حاجه سريعه جدا في نص دقيقه، انه كل المشاكل اللي قالها اساتذتنا ربنا يبارك فيهم كلها تتلخص برضو في نقطه الاخلاق، وانه في اخلاق كتير غايبه عن مجتمعنا احنا كمجتمع مصري، ناس عاديين في الشارع زي ما كانوا كنا بنحكي، وعن ناس أصحاب مسؤولية أو أصحاب حاجة. يمكن سيدنا الشيخ يعني ضرب النموذج والمثل دلوقتي بأنه هو عالم جليل وكبير وشيخ ذات قدر وقيمة، أمن الحلقة عشان أنا أجي أقعد، وهو يعني أهم مني مليون مرة أنه يكون موجود الأزهر الشريف المتمثل في مولانا سيدنا دكتور أسامة الأزهري اللي بيحاول ينشر أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل نبوي بأخلاق نبوية لو كانت كلها منتشرة في الشارع ما كانش احصل كتير ابدا من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. صحيح، دي اكتر حاجه احنا محتاجينها يعني. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام نور العين. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، طه ده نور على نور، مدح فرح وسرور، طه ده نور على نور، مدح فرح وسرور، ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، طه اللي في المعنى حب مجمعنا، طه اللي في المعنى حب مجمعنا، ياللي انتو هنا معنا حيوا رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول معك. احس ان انا محتاج اعمل
ليله كامله ننشد فيها، احنا بنجهز ليها وناس كتير بعتوا لنا من المنشدين الشبان. ان شاء الله هنعمل كتير برضه ان شاء الله ليله. طبعا طبعا بشكركم. اتفضل يا دكتور اسامه. اتفضل يعني اكرمتنا وحرمتنا، ولكن فليكن لك السلام الاخير قبل انا يعني اختم بشكر الضيوف الكرام، وان شاء الله دايما نشوف حضراتكم في اعلى القمم وتكونوا مثال للشعب المصري كله باذن الله. ربنا يجزاك الله خير. حقيقه انا في شرف بوجود حضراتكم. جزاكم الله خير. بشكركم جدا. بشكر العالم الجليل الدكتور اسامه نزاري. بشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده وحلقاتنا هذا الاسبوع. الاسبوع المقبل عندنا حلقات كده الاسبوع الجاي ان شاء الله. مصر بخير وانتم بخير ان شاء الله.